بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة هتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا، ودايما لما أجي أتكلم مع حضراتكم لازم نضع أساس لهذا الأمر، لأن ممكن الواحد ينسى في يوم من الأيام، ولكن لما أجي أتكلم دايما طلع جمهور النادي الأهلي بره المعادلة اللي أنا بتكلم فيها، لأن الجمهور من حقه أن يفعل ما يريده ويقول مهما يقول وينتقد مهما ينتقد. الجمهور من حقه يعمل كل حاجة، لأنه الجمهور هو العنصر الرئيسي في هذه المنظومة، أو العنصر الوحيد والرئيسي في هذه المنظومة اللي بيطلع من جيبه يحط عشان يروح يتفرج على نادي اللي بيحبه، وخصوصا جمهور النادي الأهلي. وبالتالي دايما لما أجي أنا أتكلم نطلع نفسنا او نطلع جمهور النادي الاهلي بره هذا الكلام اللي انا بتكلم فيه دايما، لانه لما بتكلم كلام قد يبدو انتقاد فانا ما بوجهوش ابدا ابدا لجمهور النادي الاهلي اطلاقا، ولا هيحصل. طول عمري ما هفكر في هذا الامر، وعمري ما هعمل كده، لانه انا واحد من الناس اللي دقت يعني ايه جمهور، وشفت لما الجمهور ينده بعلو حسه، ويندهوا كانوا بيندهوا، خليني اتكلم على نفسي، كانوا بيندهوا عليا. فانا عارف قيمه الجمهور كويس جدا جدا، فعمر ما ده هيحصل. ولكن ممكن زي ما هتكلم النهارده هتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، لانه في النهايه كلمه الحق هي اللي بتتقال بدون غرض، لان لو دخلها الغرض ما تبقاش كلمه حق. الغرض قد يكون اي حاجه، حط بقى في الغرض ده اي حاجة. وانا هنا عايز اتكلم مع حضراتكم عن حالة انا رصدتها بعد ماتش سان داونز من بعض اصدقائنا من النقاد والاعلاميين. بعض اصدقائنا من النقاد والاعلاميين، كل واحد فيهم عامل ان هو جهبز وعايز يركب الموجة وينتقد النادي الاهلي، اللي هو من حق اي حد ينتقد طبعا، ويقول اسلام غلطان، محمد غلطان، النادي غلطان، اللعيبه غلطانه، كل واحد من حقه ان هو ولكن ينتقد. لكن عندما تنتقد يجب ان انت في ارقام وحقائق بتودينا، ومعايير معينه تخلينا نقول مين اللي صح ومين اللي غلط. فهناك بعض الإعلاميين والنقاد اللي بيتكلموا عن الفريق الجنوب إفريقي سان داونز، وهو واحد، أنا دايما أقول كده قبل النهاردة وحفضل أقول كده، واحد من أهم وأفضل الفرق في إفريقيا. يقول لك إيه، أنا سمعت النهاردة وأنا مثلا في الراديو سمعت، ومبارح سمعت، فأنا قلت إيه ده، هو في إيه؟ إن الفريق الجنوب إفريقي عنده سكاوتينج، وعنده مدير رياضي دنماركي، وعنده مش عارف ايه فين وايه، وخلوا فريق سان داونز ان هو، ان انت بتتكلم عن الاهلي مثلا، لا يمكن مقارنه النادي الاهلي باي حد. يا جماعه خلينا نكون موضوعيين واحنا بنتكلم، انا بتكلم هنا عن النقاد والاعلاميين، خلينا نكون موضوعيين واحنا بنتكلم، او بعض منهم طبعا. يعني ايه موضوعيين يا عم اسلام؟ هقول لحضرتك يعني ايه موضوعي. انا ما عنديش مشكله في كل اللي بيتقال، قول اللي انت عايزه، كل واحد يقول، ولكن لما تيجي ترجع للاصل، لما تيجي ترجع للاصل هتعرف، وانا هوري لحضرتك الاصل النهارده ايه اللي حصل، عشان لما تيجي حد يتكلم يبقى فاهم يبقى عارف. على فكره اللي بيتقال ده كله اسمها ادوات عمل، بتختلف من نادي للتاني، ولكل نادي فلسفته الخاصة بيه. يعني مثلا عمرك ما هتلاقي إدارتين بيشتغلوا زي بعض في أي نادي في العالم. وبالمناسبة ممكن ووارد جدا تلاقي أدوات زي دي تكون موجودة في النادي الأهلي، أو هتحصل الفترة اللي جاية على حسب فلسفة واحتياجات النادي ورؤيته. مش اسلام ولا
مش مسألة تقليد ولا ان هو اجبار ان انا اعمل كده ولا ان هو لازم يبقى موجود ولا اي حاجة. ما هو ممكن يكون موجود ولكن بشكل مختلف او باسماء مختلفة. هو ليه يعني حضراتكم كاصدقاء، يعني اصدقائنا من النقاد والاعلاميين، بتحاولوا تقولوا ان سان داونز حلو والاهلي وحش؟ ما عنديش خلاف بالمناسبة ان نادي سان داونز بيجتهد في السنوات الاخيرة علشان يوجد لنفسه مكان على الساحة الإفريقية، لكن بعد إذن حضراتكم المقارنة هنا مش في محلها، لأن المقارنة مع النادي الأهلي خسرانة 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 خسرانة. وأنا لما باجي أتكلم مع حضراتكم بتكلم بأرقام وإحصائيات، لأن المقارنة مع النادي الأهلي خسرانة. طيب خليني أبدأ مع حضراتكم سؤالي في المقارنة، هل أو إيه هو أهم عنصر تقييم؟ عشان نكون واضحين، يعني إيه أهم عنصر في التقييم؟ سان داونز بيعمل وبيسوي وبيتعاقد وجايب 20 واحد محلل أداء و500 واحد مش عارف إيه و600 واحد إيه، والله على الجمال والحلاوة، ونجيب مدير رياضي على فكرة ممكن جدا يحصل، لكن أنا ما بتكلمش، أنا بتكلم في طريقة العرض اللي الناس بتعرض بيها. طيب هو سان داونز بيعمل كل ده ليه؟ بيعمل كل ده عشان يكسب بطولات، صح؟ إذن المعيار الرئيسي لتقييم النجاح هو ايه؟ احراز البطولات. طيب بما اننا بنتكلم عن، اصل الناس كلها تقول لك سان داونز، ممكن حضرتك تقول ايه؟ ان الاهلي وحش في هذه المباراه او سيء، واللعيبه وحشه جدا، والمدير الفني وحش جدا، اتقبل ده، ما عنديش مشكله. لكن تقول ان سان داونز افضل من النادي الاهلي في الفتره الاخيره فنيا؟ اتكلم مع حضرتك واقول، انا هقول رايي وحضرتك هتقول رايك، بعض اصدقائنا من النقاد والاعلاميين يعني تقولوا رايكم وانا اقول رايي ونتجادل في هذا الامر من الناحيه الفنيه، لكن خليني اتكلم مع حضرتك باهم شيء يخليني اسكت ويخلي حضرتك تسكت برضه. خليني اتكلم مع حضرتك في اخر 5 سنين ولا اقول لك 10 سنين. هو النادي الاهلي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا بالطريقه القديمه اللي الناس بيعتقد البعض ان هي طريقه قديمه، اللي البعض من النقاد والاعلاميين بيعتقد ان هي طريقه قديمه. هي مش طريقه قديمه بالمناسبه، احنا دائما داخل النادي الاهلي عندنا تطوير، كل سنه بيحصل حاجه، والسنه الجايه هيحصل، والسنه اللي بعدها هيحصل، والسنه اللي بعد اللي بعدها هيحصل. النادي الاهلي وصل في اخر 10 سنين كم مره نهائي دوري الابطال؟ من 2013 لغايه 2023 لغايه السنه دي، ها؟ ممكن حد يقول لي من اصدقائنا من الاعلاميين والنقاد يقولوا لي؟ انا هنا ما بتريقش، 6 مرات. النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا في اخر 10 سنين 6 مرات بنسبه 60 65 70%، لم تحدث في تاريخ الانديه في العالم او في افريقيا. خلينا نتكلم عن افريقيا لان ده اللي انا درسته او شفته يعني. طيب وصل للنهائي 3 مرات، صح؟ كسبنا منهم كم مره؟ 3 مرات، كسبنا 3 وخسرنا 3. كسبنا 2013 و2020 و2021 واتخطفت مني 22، السيناريو مش هرجع اتكلم فيه، لكن هو ده. يعني انا وصلت نهائي افريقيا في اخر 6 مرات، في اخر 10 سنين 6 مرات، خسرت 3 وكسبت 3. رحت كاس العالم 5 مرات، منهم مرتين اخدت الميداليه البرونزيه في خلال ال5 مرات دول. طيب ده بالنسبه لدوري الابطال. كم سوبر افريقي في اخر 10 سنين؟ 4 سوبر افريقي، وفي 13 على ما اتذكر و14 خدنا الكونفدراليه. ادي الطريقه القديمه اللي او اللي البعض بيعتقد ان هي طرق قديمه، خلي بال حضرتك. طيب اخر 10 سنين النادي المتطور
اللي هو بيعمل كل حاجه صح وكل حاجه عنده صح، ايه خد ايه في اخر 10 سنين؟ طيب نادي سان داونز كسب في اخر 10 سنين بطوله افريقيه واحده، اللي هي كانت في 2016 على ما اتذكر على حساب نادي الزمالك، ده اللي انا فاكره يعني. في تاريخه كله ما وصلش النهائي غير مرتين، منهم المره اللي كسب فيها 2016، والمره الثانيه لعب ضد النادي الاهلي في 2001، دي بعيده بس انا بتكلم عن اخر 10 سنين. سان داونز عنده كام سوبر افريقي؟ واحد سوبر افريقي سنه 2017. لكن من حق حضرتك تقول لي ان النادي الاهلي وحش في هذه المباراه او في هذه البطوله او في دوري المجموعات؟ طبعا متذبذب المستوى في مباراه الهلال اللي كانت في السودان، متذبذب المستوى في مباراه سان داونز اللي كانت هنا، متذبذب المستوى، وحش فنيا، قول زي ما انت عايز، لكن عن اي مقارنه حد بيتكلم او بيتحدث؟ اللي بيتقال بقاله كام يوم ده من بعض النقاد والاعلاميين الزملاء اخواتي واصدقائي، ده حق في الظاهر لكن يراد به باطل، حق ظاهر ولكن يراد به باطل. خلي بال حضراتكم، السم في العسل. وانا ده رايي بمنتهى الصراحه، ومش رايي، انا اسف ان انا اقول كده، ولكن ده مش رايي، دي ارقام بتقول هذا الكلام وتؤكد هذا الكلام. الاهلي هو نادي القرن الافريقي وكبير الانديه الافريقيه مهما حصل، مهما حصل، مش بالكلام وبالزعيق وبالاحاديث وبالمش عارف ايه لا لا لا، بالتاريخ والنتائج والواقع بيقول كده. في اخطاء، انا لا ابرر اي شيء ولا هستطيع ان انا ابرر اي شيء، لانه هو في حد يبرر هزيمه زي دي؟ لا يمكن ان انا ابرر، ولكن اقدر اتكلم عن ان اللعيبه وحشه، مش عارف المدير الفني وحش النهارده في هذه المباراه في هذه البطوله، لكن اتكلم عن النادي الاهلي؟ لا، اقف واتكلم عدل. اي حد يتكلم عن النادي الاهلي ويقارنه، اصل التطوير والكلام الكبير اللي حضراتكم عارفينه ده، اصل التطوير، طبعا النادي الاهلي يريد تطوير، طبعا النادي الاهلي بيطور، وانا قلت لحضراتكم وما زلت عند كلمتي، انا اول واحد طلعت لحضراتكم يوم الاحد وقلت لحضراتكم ان مهما كانت نتيجه، لو فزنا بهذه البطوله اللي احنا خسرنا فيها من سان داونز دي، وربنا كرمنا يوم القطن كسبنا، والسبت الهلال كسب سان داونز، كسب الهلال، وبعد كده كسبنا الهلال وصعدنا لنهائي البطوله وخدناها، اقسم بالله سيكون هناك حساب للمقصرين. مقصرين من كل الاتجاهات. فانا خلاص الموضوع ده انا قفلته، مش هتكلم فيه تاني، ولكن حد من اتكلم عن مقارنة بسان داونز يا اخي، ما ينفعش، حتى المقارنه يعني غير منضبطه، غير منضبطه. سان داونز افضل مني في هذه المباراه، افضل مني 100 مره في المباراه الاخيره، ما عنديش مشكله فنيا يعني، افضل مني طبعا، كسبان 5 لازم يبقى افضل مني، ولكن تيجي تتكلم عن النادي الاهلي؟ لا، اقف وشوف الارقام والتواريخ، مش كلام اسلام ولا كلام جمهور الاهلي، اقف وشوف التاريخ بيقول ايه، ما تخلفوش الواقع. قول النادي الاهلي عنده كبوه، عنده مش عارف ايه، الكلام اللي احنا بنقوله هنا في قناه الاهلي كلنا قلناه، عندنا كبوه وهنطلع منها، وبوقفه جمهورنا اللي هو العمود الفقري، امبارح اتكلمت في هذا الامر، وانه العمود الفقري لكل شيء، خلاص هنطلع من اللي احنا فيه وهنقف مع فرقتنا وهنفضل نساند فرقتنا. هو ده اللي هيتعمل بالمناسبه مننا. ليه؟ لان ده النادي الاهلي، انا ما بساندش لعيب ولا بساند مدير فني ولا بساند اداره، انا بساند النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي، اللي انا اتعلمته من الاهلاويه، للاهلاويه اللي عارفين كلهم، جمهور النادي الاهلي كله عارف يعني ايه كيان النادي الاهلي. عشان كده انا محروق من امبارح ولا من اول امبارح من بعد المباراه، ناس تتكلم يقول لك سان داونز بقى الله، وحاطين رجل على رجل بقى، وقاعدين في الاستوديوهات وفي الراديوهات وفي الحاجات اللطيفه دي، وقاعدين وحاطين رجل على رجل، ويقول لك ايه؟
اصل سان داونز 20 واحد سكاوتنج والمش عارف ايه. طب ما هو مين قال لك ان احنا ما عندناش سكاوتنج؟ هي كل واحد مباراه وانتهت. المباراه دي عملت لنا زلزال من الناحيه الفنيه، عملت لنا. ومره تانيه بأكرر، هيحصل عقاب للمقصرين خلاص. يعني هعمل ايه؟ المركب في وسط البحر، زي ما قلت لحضراتكم يوم الحد اللي فات، المركب في وسط البحر. كلنا كأهلوية، انتوا كل اللي بتعملوه ده، انا متأكد لبعض النقاد والرياضيين، النقاد الرياضيين والإعلاميين، معلش انا اسف كل شوية بقولها عشان ما حدش يجتزئ كلامي ويروح بيه لحتة تانية. انا هدعم المركب لغاية لما توصل بالسلامة ان شاء الله، رغم ان علمنا ان هناك حساب وعقاب. لكن الناس اللي عايزة تغرق المركب، لن نسمح، لن نسمح بان المغرب تغرق، بان المركب تغرق. ليه؟ لأن المركب اللي هي النادي الأهلي، كيان النادي الأهلي وراه جمهور 80 90 مليون أهلاوي. بالمناسبة ممكن تلاقيهم بينتقدوا دلوقتي وسخنين وبتاع، حقهم حقهم، لأنهم المنظومة أو الحد الوحيد اللي بيطلع من جيبه يدي عشان يشوف فرقته. لكن ما تقلقوش، في الوقت الجد ها هتلاقوا جمهور الأهلي ده واقف على طراطيف صوابعه بيساند كل ما ينتمي للكيان الاهلاوي، كل ما ينتمي للكيان. صح بقى ولا غلط مش هيفرق معانا دلوقتي، لان خدوا بال حضراتكم ان هناك البعض بيحاول ان هو يغرق المركب ولن يحدث، ويوقع ما بين الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته ولاعيبته وجهازه الفني. هو فكره حضراتكم انه يعني مثلا خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، وانا ما كنتش ناوي اتكلم في الموضوع بس هتكلم فيه، انا ما عنديش مشكله، انا بحب اطلع اتكلم مع جمهور الاهلي بمنتهى. المهندس سعد القيعي امبارح قال كلام واضح ما فيهوش اي لبس، الكلام اتحور من بعض النقاد والمواقع واترمى في كذا حته، لولا وقفه جمهور الاهلي اللي اتفرج على الحلقه وشاف، ما هو الحلقه موجوده على اليوتيوب تشوف الحلقه. في كلام ما اتقالش اصلا في الحلقه لكن ماشي في الزحمه. ماشي اوكي، كل واحد حر، ما عنديش، الجمهور يعمل اللي هو عايزه، لكن لا، حضرتك امانه الكلمه يجب ان تكون موجوده. جمهور الاهلي، انا وده كلامي بقى للناس اللي عايزه تهد النقاد واعلاميين وكذا وكذا، عايزين يهدوا المركب او يهدوا لا، جمهور الاهلي زعل يوم والتاني، لكن بشوفه من النهارده الوقفه عامله ازاي، اللي مخليني اطلع وانا محروق كده، وقفه جمهور النادي الاهلي مع ادارته وجهازه ولاعيبته، على الرغم ده اللي انا متعود عليه من جمهور النادي الاهلي، على الرغم من ان ممكن جدا يكون في اخطاء كبيره، مش ممكن، في اخطاء كبيره واضحه فنيه في الملعب واضحه، لكن مش ده وقت الحساب زي ما احنا قلنا من يوم الاحد. من يوم الحد انا قلت لحضراتكم هذا الكلام. خلينا نركز في اللي جاي، خلينا نركز في ماتش يوم الجمعه. طب لا قدر الله حصل حاجه يوم الجمعه، لكل حدث حديث. مين اللي والله اقسم بالله سيكون هناك عقاب، وعقاب شديد، عقاب شديد. تخيل حضرتك انا عندي دوري وانا اول دوري، وفارق بيني وبين اللي ورايا نقطتين، واكتر بثلاث مباريات. اهد المعبد؟ لا مش ههده. تخيل حضرتك ان انا وصلت نهائي كاس مصر وهلاعب بيراميدز، دوري وكاس الحمد لله، والموضوع مازال رقم قليل او يعني نسبه قليله ان انا اكسب واصعد، لكن الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. كره القدم فيها كل شيء، كرة القدم فيها كل شيء، الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل، ولكن لن يستطيع أحد أن يحاول من بعض النقاد والرياضيين، بعض النقاد الرياضيين والإعلاميين اللي بيحاولوا يعملوا كده، لن يستطيع أحد أن هو يدخل ما بين جمهور النادي الأهلي وإدارته وجهازه الفني ولاعيبته، لأنه صدقوني احنا الواحد لما بيجي يطلع يتكلم بيكتسب قوته من جمهوره. انا طول النهار الناس بتكلمني، جمهور الاهلي بيكلمني،
امبارح والنهارده واول وكل يوم بيكلموني اللي بيشتكي من كذا واللي بس في الاخر والله العظيم ثلاثه انا ما بكذب وما بقول كلمه غلط. في الاخر المكالمه بعد ما ينتقد كل حاجه يقول لي ايه؟ لكن احنا في ظهر اداره نادينا، احنا في ظهر جهازنا الفني، احنا في ظهر لاعيبتنا، والله العظيم ثلاثه هذا حصل. احنا في ظهرهم وهنفضل في ظهرهم، لكن لو يعملوا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته ساعه ويحكي لك بقى. انا بكتب الكلام ده كله بالمناسبه. عشان لما يجي بعد كده ان شاء الله ويحصل ها ان يكون هناك حاجات هتحصل يعني هقول لحضراتكم ان في واحد اسمه فلان مش هقول اسماء عشان ما حدش يقول ان انا لكن هقول ان في حد قال لي في يوم من الايام يا اسلام انتوا لازم تعملوا واحد واثنين وثلاثه هقول له ساعتها بعد شهرين ثلاثه اربعه ما اعرفش امتى شفت فاكر لما قلت لي كذا 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 اهو حصل النهارده أو حصل امبارح أو حصل. ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضراتكم كل مسؤول في جهاز فني أو لعيبة أو إدارة هو عايز إيه؟ عايزين حاجة واحدة فقط رضا الجمهور، هو بيشتغل عشان رضا الجمهور. اللاعب ده اللعيبة والله العظيم ثلاثة أنا بسأل فاروق صلاح يقول لي اللعيبة يا كابتن قاعدين عاملين كده وحاطين وشهم في الأرض بينهم وبين بعض، فما بالك لما هيجوا مصر هيبقوا عاملين إزاي؟ ويقابلوا جمهور الاهلي. قلت له لا، قول لهم يرفعوا راسهم، قول لهم ان كلنا مستنيينكم يوم الجمعه، قول لهم ان جمهور الاهلي زعلان بس مسامح لغايه لما نشوف هيحصل ايه. ارفعوا راسكم لان ماتش الجمعه ده عايز اكسبه باي طريقه ان شاء الله يعني او اجتهد ان انا اعمل كل اللي عليا والنتيجه دي بتاعت ربنا. بعد كده احلها الف حلال. قلت له يا فاروق لا. قول لهم لا يقفوا كده ويلعبوا واللي يلعب يلعب اي اسم او اي 10 يلعبوا 11 يلعبوا يبقوا كويسين يبقوا كويسين. ارجع مره تانية للموضوع لانه موضوع الحقيقه صعب شويه. عارفين نتيجه شغل النادي الاهلي طوال السنين اللي فاتت دي ايه؟ حاجه حصلت النهارده. ما هي دي من ضمن الحاجات اللي خلتني اطلع اتكلم مع حضراتكم بهذا الشكل. الاهلي ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد وبشكل رسمي. ده حسب قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم النهاردة في الكونجرس اللي شغال حاليا في رواندا في وكيجالي العاصمة الرواندية. الفرق اللي ضمنت مشاركتها بشكل رسمي منهم الأهلي المصري، الوداد، الهلال السعودي، ريال مدريد، تشيلسي، بالميرس وفلامينجو، البرازيليين وسياتل ساوندرز الأمريكي، مونتيري المكسيكي، بجانب 23 فريق سيتم تحديدهم بناء على البطولات القارية في النسخ المقبلة. دي اللائحة زائد عدد من الفرق بناء على تصنيف الأندية في آخر أربع أعوام في قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، كذلك قارة أوقيانوسيا زائد فريق البلد المضيف. هو ده النادي الأهلي. هو ده اللي عمله اللي اتعمل في النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة من كل اللي حضراتكم واللي بعض النقاد والإعلاميين بيقولوه. هو اللي وصل النادي الاهلي، النادي الاهلي دائما نادي متطور وبيحاول يشوف الخطا فين ويروح يغيره. هو ده النادي الاهلي اللي هيفضل واجهه الرياضه المصريه وواجهه كره القدم المصريه على المستوى العالمي. الاهلي في الـ هو المرادف للنجاح في القاره الافريقيه. وهو اللي بينجح اي بطوله بالمناسبه. مفيش حاجه هتغير ده. ده تاريخ اتكتب. ولسه هنكتب تاريخ اكتر واكبر بالبطولات ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. هو التاريخ اللي فات اتكتب ازاي؟ اتكتب بالبطولات. الناس اللي عماله تقيم وهي حاطه رجل على رجل وقاعده في التكييف مش فاهمه حاجه او انا اسف او مش مدركين ان النادي الاهلي في اخر 10 سنين وصل 6 مرات نهائي دوري الابطال. اللي بيتكلموا يقول لك اصله جايبين مش عارف ايه وعاملين ايه وجايبين ايه وعاملين ايه، عاملين بصراحه عاملين فرقه رائعه وفرقه كويسه جدا وكل حاجه، ولكن في 2019 عندما هزم النادي الاهلي من سان داونز بخماسيه ايضا ايه اللي حصل؟ الاهلي بعد كده خد البطوله سنتين ورا بعض، لكن ايه اللي حصل لسان داونز؟ اللي حصل لسان داونز
اتغلب من الوداد وخرج. الكلام ده كان لازم يتقال في بداية الحلقة النهاردة، علشان الحقيقة الواحد بيبقى متضايق جدا من بعض اخواتنا واصدقائنا. كل واحد له الحق، ولكن ارجع بص، ده ورق 1+1=2، عمر ما 1+1 هيساوي 3 الا لو حطيت له واحد تاني، فهيبقى 1+1=1. ف1+1=2، الارقام والتاريخ كل حاجه بتتقال بهذا الشكل، بالارقام والتاريخ. انا ما بتكلمش مع حضراتكم كلام مرسل، اصله 20 سكاوتنج واحد، وناس في جنوب افريقيا، وناس في امريكا الجنوبيه، وناس في مش عارف ايه، وناس في ايه، وناس في ايه، وناس في ايه. النادي الاهلي بهذه الطريقه اللي بيتم تطويرها سنويا، ان ما كانش شهريا كمان، لان في حاجات انا ما اقدرش اتكلم فيها. بتلاقي دايما تطوير بيحصل داخل النادي الاهلي، منه فيه من نفسه، من نفسه النادي الاهلي بيطور دائما من نفسه. فعموما انا بس حبيت اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر. خلونا ناخد تقرير مهم جدا، عن بما اننا بنتكلم عن التاريخ، يعني خلينا نروح للتاريخ، والتاريخ ينحاز للنادي الاهلي امام القطن الكاميروني. طيب زي يحصل اللي يحصل، خلي بال حضراتكم بس، علشان الناس عماله تقول لي اصله سان داونز ينزلوا قالوا انهم عندهم 11 واحد مصاب. ماليش دعوه، اللي عايز يعمل حاجه يعملها، ربنا مطلع، ربنا مطلع وشايف كل حاجه. انا ماليش، انا اللي حطيت نفسي في الموقف ده، فخلي اللي عايز يعمل حاجه يعملها. انا عايز اكسب يوم الجمعه، بعد كده احلها الف حلال ان شاء الله، ربنا يكرمني واكسب يوم الجمعه، بعد كده احلها الف حلال. من يقبل على نفسه كده مش هياخد البطوله. اسمعوا اللي بقول لكم عليه، لو يعني لو حد قبل على نفسه كده، انا ما اعتقدش ان في حد الفير بلاي بيقول غير كده خالص، لكن لو في حد يقبل على نفسه كده، لا ما اعتقدش ان في حد يقبل على نفسه ان يكون بهذا الشكل امام القاره الافريقيه كامله. القاره الافريقيه كلها هتبقى عارفه ان انت زي ما قلت لحضراتكم، ان انا كنت بتكلم مع زميلنا فاروق صلاح طول النهار، يعني بنتكلم معاه وبنطمن على البعثه وبنشوفه يعني من خلال بتاع. فقلته فوانا بتكلم مع فاروق الحقيقه النهارده، قلت له ايه الاخبار؟ قال لي يا كابتن اللعيبه تحس ان هي متضايقه جدا. قلت له لازم يبقوا متضايقين، ولكن خليهم كده يرفعوا راسهم ويورونا يوم احنا عارفين ان هم متضايقين، وعارف ان هم زعلانين وكل حاجه، يورونا زعلهم يوم الجمعه، يقولوا للجمهور النادي الاهلي حتى ولو بنسبه يعني بسيطة جدا 1% بيعتذر لهم، أو بداية اعتذار 1%، أوكي يورونا يوم الجمعة إن شاء الله إيه اللي هيحصل، ويورونا هذا الشكل العام. عموما خلونا نروح لزميلنا فاروق صلاح علشان نطمن على أحدث أخبار بعثة النادي الأهلي من جنوب أفريقيا. إزيك يا فاروق؟ برحب بيك يا كابتننا الكبير كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني اقول لك في البدايه كابتن اسلام، رسائل حضرتك ورسائل كل جمهور النادي الاهلي اللي بتوصلنا علشان نوصلها للاعيبه النادي الاهلي، بتصل للاعيبه النادي الاهلي. يعني مش عايز اقول كلمه عشان ما تبقاش تقيله قوي يا كابتن اسلام، الكسره اللي عند اللاعبين يعني اعتقد بتبقى امر صعب جدا. اللعيبه واصل لهم كل هذا الامر، واصل لهم مدى شعور ومدى الحزن اللي عند جماهير النادي الاهلي. كلمه كبيره قوي يا كابتن اسلام لما تقول الكسره والحزن عند اللاعبين، ولكن يعني حاله الدعم والمسانده، ويعني انا رسائل كتير بتجيلي بتقول لي وصل اللعيبه، احنا مالناش غير النادي الاهلي، محدش فيش حاجه بتفرحنا غير النادي الاهلي. يعني اتغلب كسب احنا ورا النادي الاهلي، وصل للعيبه ان احنا مستنيين منهم يفرحونا يوم الجمعه، مش وقت الحساب خالص يا كابتن اسلام زي ما حضرتك قلت. ويعني برضو خلينا برضو من خلال حضرتك، اكيد كلنا عارفين ان لازم هيكون في حساب، واللعيبه نفسها كابتن اسلام وصل لها لهذا الامر، ان عارفين ان هيكون في حساب. ولكن احنا عندنا مباراه مهمه جدا، هي مباراه القطن الكاميروني، اللي ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن اسلام اللعيبه اتعهدت يعني ما بينهم ان شاء الله تبقى بدايه، زي ما قلنا امبارح وحضرتك اكدت على هذا الكلام، تكون بداية في سطر كبير جدا، ان هم ازاي يصالحوا جماهير النادي الاهلي. طيب ده مهم جدا، واحنا من النهارده الحقيقه فاروق، وده انا يعني على الاقل في هذا البرنامج احنا لن نتكلم عن ما حدث خلال الفتره السابقه، انا هتكلم عن شيء واحد، يعني لسه حلقه بكره ان شاء الله مش هتكلم غير عن مباراه القطن الحقيقه، وعايز اكسب مباراه القطن وكيفيه ان انا اكسب مباراه القطن، ورساله لكل اللاعبين.
احنا بظهركم، احنا واقفين معاكم، وهنفضل دايما واقفين معاكم، لان انتوا بتمثلوا اعظم نادي في الكون. فاحنا هنفضل دايما في ظهركم، هنفضل معاكم لغايه لما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعود البعثه. وبعد كده ما احنا بعد كده عندنا مباريات دوري، وعندنا مباريات كاس، وعندنا بقيه المباريات الافريقيه، يا عالم ايه اللي هيحصل فيها. وبالتالي لسه بدري، المركب في نص البحر لسه، لما المركب تصل ان شاء الله ساعتها هيكون الكلام مختلف. لكن طمنا على البعثه وطمنا على الاخبار والدنيا ماشيه ازاي، وبكره ايه اللي هيحصل يا فاروق، لغايه يعني او دلوقتي في الاوقات اللي جايه يعني ايه اللي هيحصل، وبكره هيحصل ان شاء الله. بالظبط يا كابتن، هو ده اللي احنا محتاجينه، وهو ده اللي محتاجه اللاعبين. اللعيبه وصل لهم كل كلمه حضرتك بتقولها، كل كلمه بتتقال خلال قناه النادي الاهلي، كل كلمه بتتقال من كل اهلاوي واعلام مخلص للنادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي يعني كلام يعني بيتقال، وكلنا عارفين هذا الكلام. في ناس كتير جدا بتفرح في هزيمتك اكتر ما بتفرح في انتصارها. اعتقد الامر ده وصل للعيبه النادي الاهلي، حاسين بقيمه، حاسين بقيمه جمهور النادي الاهلي في هذا الوقت. لان احنا اوقات كتير جدا بنعتز بهذه الاوقات يا كابتن اسلام، الاوقات اللي بيبقى فيها فلتره، بتعرف مين فيها المخلص اللي بيحب النادي الاهلي، بيحب كيان النادي الاهلي، بعيدا عن افراد، بعيدا عن اسماء، هو بيحب النادي الاهلي. اذا كلنا مسانده دعم لفريق النادي الاهلي. خليني اقول لك بقى طبعا يا كابتن اسلام، استعداداتنا لمباراه القطن الكاميروني. الفريق النهارده كان اجرى المسحه الطبيه، ودي مسحه طبعا يعني مش من ضمن المسحات اللي كان بيقررها الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم في المباريات الافريقيه. طبعا هو لغى هذا الامر، ولكن دي مسحه طبيه خاصه بدخول الاراضي الكاميرونيه. طبعا البروتوكول او الاجراءات الاحترازيه في الكاميرون يعني بتنص على اجراء مسحه طبيه قبل الدخول الى الاراضي الكاميرونيه. بعثه بالكامل اجرت المسحه الطبيه اليوم في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. ثم ايضا يعني الدكتور احمد ابو عبله بدا في اعطاء اللاعبين اقراص الملاريا. حضرتك عارف يعني ان الكاميرون واحده من البلاد اللي بتنتشر فيها الملاريا، لذلك بدا من اليوم تطبيق طبعا اعطاء اللاعبين اقراص الملاريا. ثم بعد يعني اجراء المسحه الطبيه وتناول اللاعبين وجبه الافطار، كان الانطلاق الى ملاعب جامعه بريتوريا، الملاعب اللي النادي الاهلي بيؤدي تدريباته عليها. كان التدريب منقسم لشقين يا كابتن اسلام. الشق الاول كان الجانب البدني ومع مستر مارسيل كولر طبعا بتنسيق مع تيتسيان اندويا، فقره استمرت لاكثر من نصف ساعه، ثم الانطلاق الى ملاعب التدريب في ملاعب جامعه بريتوريا. زي ما اكدت مع حضرتك امبارح وانفردنا بهذا الامر، او اكدت لك على سلامه محمد عبد المنعم من خلال برنامج حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي. بالفعل محمد عبد المنعم النهارده موجود في تدريبات النادي الاهلي، شارك في التدريبات زي ما اكد لنا وطمنا الدكتور احمد ابو عبله ان محمد عبد المنعم جاهز لمباراه ان شاء الله القطن الكاميروني. ايضا حسين الشحات اللي بيظهر النهارده بصوره اكثر من ممتازه، ايضا خالد عبد الفتاح، امور كتير جدا. التدريب النهارده يا كابتن اسلام برضه عشان اقربك واقرب جماهير النادي الاهلي مختلف كتير جدا، في حماس كبير جدا من اللاعبين. يعني عايز اقول لك مستر مارسيل كولر في كتير من الكرات وقف اللاعبين من الالتحامات، من شده الالتحامات لعيبه كلها بتتعاهد انها في يعني مش كلام بيتقال يا كابتن اسلام، لا ده واقع احنا شفناه في التدريب النهارده. اللعيبه بتتعاهد ان شاء الله انها تقدم مباراه كبيره امام القطن الكاميروني. كتير جدا من اللاعبين النهارده ظهر بشكل مميز. النهارده اطمنا بشكل كبير جدا على عمرو السليه اللي ظهر بصوره اكثر من ممتازه، احمد القندوسي، طاهر محمد، طاهر شريف، كهربا، علي معلول، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، مش عايز استثنى احد اللاعبين، محمد مجدي قفشه. يعني امور كتير جدا فنيه اشتغل عليها طبعا مستر مارسيل كولر في هذا التدريب. طبعا بعض الجمل الخططيه اللي اشتغل عليها طبعا مستر مارسيل كولر، والكرات الثابته اللي افرض لها وقت كبير جدا النهارده في ختام التدريب بالفريق النادي الاهلي. مجموعه من اللاعبين اللي تقدر تقول كان مخصصها مستر مارسيل كولر للتسديد الضربات الثابته، شفنا بيرستاو وعلي معلول والقندوسي، ايضا طاهر ومحمد هاني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، كهربا، امور كتير جدا متنوعه النهارده. يعني كان تدريب مكثف، تقدر تقول يا كابتن اسلام ان هو اطول فتره تمرين يعني قضاها فريق النادي الاهلي هنا في بريتوريا، في ملاعب جامعه بريتوريا. وقت طويل جدا مستر مارسيل كولر خده مع اللعيبه في يعني الحديث وتنفيذ بعض الامور اللي بيتطلبها ان شاء الله انها تتنفس في يعني مباراه القطن الكاميروني. عقب انتهاء المران طبعا كان يعني الفريق عاد الى مقر اقامه فريق للنادي الاهلي.
مستر مارسيل كولر، احاديثه واجتماعاته مستمره مع افراد الجهاز الفني والاداري للتنسيق والترتيب لهذه المباراه. اللعيبه يا كابتن اسلام قعدت مع بعض تاني يا كابتن اسلام واتكلموا في امور، اتكلموا ازاي يصالحوا لفريق او جماهير النادي الاهلي، معاهده ما بين اللاعبين ان شاء الله بدايتها ان شاء الله تكون مباراه القطن الكاميروني. عايز برضه اقول لحضرتك للبرنامج بكره باذن الله، طبعا الفريق هيؤدي تدريب اخير هنا في بريتوريا في تمام الساعه 9 صباحا، ثم هيكون التوجه من بريتوريا الى جوهانسبرغ في تمام الساعه 12 ظهرا ان شاء الله هنتوجه الى جوهانسبرغ، ومن ثم طبعا استقلال الطائره من مطار جوهانسبرغ والتوجه الى مطار جروه. رحله الطيران هتستغرق 4 ساعات ونصف، طبعا هيكون وصولنا الى الكاميرون. عايز اقول لك برضو ان الترتيبات والتنسيق مع السفاره المصريه في الكاميرون، الدور الكبير جدا اللي بيقوم به الاستاذ طارق قندير رئيس بعثه فريق النادي الاهلي وعضو مجلس الاداره، طبعا بالتنسيق مع الكابتن سمير عادلي والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن ماهر عبد العزيز والطاقم الاداري اللي موجود معانا في هذه الرحله. انت عارف طبعا رحلتين محتاجين مجهود كبير جدا، ولكن يعني في جنود كتير جدا داخل منظومه النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى يا كابتن اسلام ان تكمل الصوره، وباذن الله لعيبه النادي الاهلي تقدم يعني عايز اقولها باللغه العاميه عربون صلح ان شاء الله مع جماهير النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يا فاروق. النهارده اعتقد خلاص الامور انتهت واليوم خلص، ونبدا يوم اخر بكره ان شاء الله، مش كده؟ بالفعل يا كابتن اسلام تقدر تقول يومنا النهارده اللي انتهى. مستر مارسيل كولر اللي منذ قليل كان قاعد في جلسه مع افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي، اتفرج طبعا يعني بعد وجبه العشاء على بعض الامور الخاصه بفريق القطن الكاميروني، تحدث طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سامي قمصان، وهيرالدو جامبريلي المدرب العام، ايضا نوتيتسيان اندويا وميشيل يانكون، امور كتير جدا مستر مارسيل كولر. خليني برضو يا كابتن اسلام زي ما بقول لك وزي ما كنت بقول لحضرتك ان مستر مارسيل كولر مصدوم من هذا الامر، مش عايز ان انا افتح تاني صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، لكن يعني هو تدريجيا بدا ان خلاص يعني الامور هو مش هقدر اقول لك ان هو نسي مباراه ماميلودي سان داونز يا كابتن اسلام، لن يستطيع احد ان ينسى هذه المباراه او تاثير بالظبط يا كابتن اسلام. انت عارف احنا من خلال قناه النادي الاهلي انا بكلمك بصراحه، مش محتاج ان انا ازوق الكلام او اجمل الكلام، ولا اللعيبه نفسها يا كابتن اسلام هتنسى مباراه ماميلودي سان داونز، اللعيبه متاثره طبعا، ولكن في هدف اهم، في يعني زي ما قلت لحضرتك اللعيبه وصلها اكيد هيكون في حساب، الجهاز الفني اكيد وصل له انه هيكون في حساب، ولكن عندي ما هو اهم زي ما حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، المركب لسه في نص البحر، المركب في عرض البحر، لازم ان شاء الله ان احنا نحقق الانتصار في مباراه القطن الكاميروني. الرسائل اللي بتوصلنا من جماهير النادي الاهلي كتير جدا، من الجماهير وحضرتك دائما عارف متواصل مع كل جماهير النادي الاهلي، جماهير بتبعت لنا وحضرتك بتتواصل معانا ان احنا نوصل للاعبين النادي الاهلي كلنا وراكم، احنا بندعمكم بنساندكم مستنيين منكم ان شاء الله البطوله. عايز اقول لك برضو يعني كان اللاعبين يعني بعد انتهاء المران كان في نفس توقيت اجراء قرعه كاس الرابطه، اللعيبه كانت بتتكلم على مواجهه الاهلي طبعا مع فريق المصري ومشوار النادي الاهلي ازاي في كاس الرابطه. يعني عايز اقول لك ان يا كابتن اسلام اللعيبه بتسال على الماتشات، يعني اللعيبه عايزه لو هتلعب مباراه كل يوم علشان تفرح جمهور النادي الاهلي، واخدين معاهده ما بينهم وما بين بعض ان شاء الله، اتمنى ان ده يتطبق على ارض الواقع، ولعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا قد العهد وقد الوعد ان شاء الله ان هم يسعدوا جماهير النادي الاهلي. لكن زي ما اكدت لك اوعى تفتكر يا كابتن اسلام ان اللعيبه او الجهاز الفني نسي مباراه ماميلودي سان داونز، لكن مستر مارسيل كولر خلاص بدا ان او يقول يعني بعض الامور ان تهدى بالنسبه له شويه من اجل التركيز في مباراه القطن الكاميروني، ولكن مباراه ماميلودي سان داونز مباراه يعني بالنسبه لمستر مارسيل كولر في اموره في كتير جدا مع اللاعبين في حاجات كتير جدا لسه مباراه هيبقى ليها حديث، ولكن خلينا ننتهي من مباراه القطن للكاميروني، ثم زي ما حضرتك قلت لكل حدث حديث باذن الله يا كابتن اسلام. لن يستطيع احد ان ينسى هذه المباراه، ولكن الواجب خلال الفتره القادمه بيقول ان احنا لازم نركز على مباراه القطن الكاميروني، وان شاء الله من بكره بقى هنتكلم دائما عن هذه المباراه اللي بالنسبه لنا هي مباراه مهمه جدا. انا بشكرك جدا يا فاروق على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات. وصلنا لفقره صنع في الاهلي، والنهارده معانا الكابتن نبيل بخيت. كابتن نبيل بخيت واحد من نجوم لعبه كره السله في النادي الاهلي، وهو من عائله رياضيه اهلاويه في كره السله، اخوه كابتن خالد بخيت، وكان معانا يعني لو تفتكروا قبل كده في صنع في الاهلي، الحقيقه صاحب انجازات كبيره كلاعب تاريخ يستحق اننا نلقي الضوء عليه في فقرتنا الدائمه المميزة صنع في الأهلي. صنع في الأهلي مع كابتن نبيل بخيت، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن عادل طعيمة في ضيافة البيت الكبير.
بدايتي كانت غريبه شويه بالنسبه لبدايه كره السله. انا كنت داخل السينما في وسط البلد، انا من سكان وسط البلد، فكنت داخل السينما ففجاه لقيت مجموعه طوال كده داخلين عليا وعمالين يتكلموا كلمه كانت بالنسبه لي ساعتها غريبه، يا بيفوت يا بيفوت. ففكرت ان يعني في يعني مثلا هيحصل كلاش ولا حاجه ما بيننا. بصيت لقيتهم داخلين عليا وبيقولوا لي احنا لعيبه النادي الاهلي الدرجه الاولى، وانت يعني طولك مناسب انك تلعب كره سله، فيا ريت تيجي تلعب كره سله. انا بيني وبينك كنت بحب كره القدم، فطبعا اول ما قالوا لي كده قلت لهم لا، كره السله دي بتجزع الصوابع وانا مش عارف ماليش في كره السله. قعدوا يقولوا لي طيب انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا انت انتماءاتك ايه؟ قلت لهم لا انا اهلاوي. قالوا لي خلاص يبقى انت لازم تيجي النادي الاهلي والنادي الاهلي كذا كذا. واتفقنا ان انا تاني يوم باذن الله هاجي ادخل النادي واقابل المدرب وابتدي العب كره سله. جيت فعلا النادي وقابلت المدرب، وكان خالد اخويا ايامها كان بيلعب في المدرسه اوريدي كره سله، يعني كان بيلعب من قبلي، بس كان هيروح نادي الجزيره. فروحت قلت له يا خالد مش هينفع ان انت تروح نادي الجزيره وانا العب في النادي الاهلي، لازم احنا الاثنين نروح النادي الاهلي. وفعلا جه معايا وابتدينا اللعب في النادي الاهلي ككره سله. أنا أول ما ابتديت 18 سنة، فكانت المجموعة بتاعتي فيها مجموعة كويسة صراحة، كان عماد مراد ومصطفى نصر وسيد مصطفى وخالد الشاعر وطارق أشقوش، كانت مجموعة كويسة جدا. والحمد لله وإحنا في الناشئين قدرنا ناخد البطولات لغاية ما طلعنا الدرجة الأولى. لما طلعنا الدرجة الأولى، الدرجة الأولى كانت مكتظة بالنجوم صراحة، يعني كان في زكريا عوض وطاهر رجب وموسى علي، وطبعا مش عايز انسى حد، وعبده أديس، كانت مجموعه جامده جدا. فكلمت المدرب، كان ساعتها كابتن حسنين عمران، قلت له يا كابتن انا شايف ان انا ماليش يعني تواجد في النادي، ان انا صعب في المجموعه دي، فانا يعني هروح نادي تاني وبتاع وكده، هو بدون ذكر اسماء يعني. فقال لي لا وبتاع، احنا هنعتمد على الناشئين وهنطلع مجموعه من الناشئين تلعب في الدرجه الاولى. وفعلا حصل كده، وابتدى مشواري مع النادي الاهلي وبعد كده مع منتخب مصر. هو طبعا كان الاعتزال كان صعب، بس يعني احنا على ايامنا احنا غير الاجيال دي، يعني احنا كنا بنبطل صغيرين، يعني 30 سنه كنا بنبطل 32 سنه، وانا 29 سنه فجاه. طبعا عشان برضو كان الشغل والكليه وكده هو، فجيت على 29 سنه قررت ان انا ابطل. وكنا لسه مخلصين تصفيات افريقيا النادي هنا، كنا بنلعب في تنزانيا، ورجعت كلمت المدرب قلت له انا دلوقتي يعني مش هقدر اكمل، وجايه لي سفريه بره وبتاع وكده هو، وهضطر ان انا اسافر. وفعلا المدرب بعد طبعا كلام كتير، لان كنت ايامها يعني هو انا كنت محبوب في الفريق، والمدرب كنت كابتن الفريق، فعشان كده المدرب قعد يكلمني وفي الاخر وافق لي عشان مستقبلي يعني. كانت طبعا لحظه صعبه جدا، لانك انت يعني فريق طول عمرك معاه وفريق انت عارفه برضو انت هتسيب جزء من حياتك، فجزء من حياتك لما تيجي تسيبه دي بتبقى صعبه جدا، ان انت هتشتغل بقى وتسيب الباسكت. بس والله يعني انا قعدت بحوالي مثلا سنتين ورجعت تاني، بس رجعت بقى في التدريب. احنا طبعا في ظروف معينه بتاعت الكوره، وانا شايف ان الاهلي دايما مر بمواقف كتيره زي كده. الجمهور طبعا زي ما بيقولوا هو حماه، فلازم يحمي النادي، ولازم اي حد عنده غرض وحش هو اللي دافع عن النادي الاهلي. فارجو ان هو يقف مع النادي الاهلي وما يبص لاي حاجه، وباذن الله باذن الله احنا برضو ممكن نتاهل، وفي فرصه مش وحشه ان احنا نتاهل. ولو اتاهلنا انا اتوقع ان احنا باذن الله نكسب البطوله السنه دي زي ما حصلت كذا مره قبل كده. النادي الاهلي ما بتهموش الصعاب البسيطه دي، وكلها بتعدي. ووارد في الكوره ان احنا نلعب ماتش كويس جدا وتاني ماتش نلعبه مثلا وحش، وحصل ان احنا لسه لاعبين ماتشات جامده جدا في بطوله العالم للانديه. فالنادي لازم الجمهور يقف معاه ويسانده، وانا شايف ان النادي الاهلي ماشي بخطى كويسه في يعني في تغيير مثلا برضه البوزيشنات واللعيبه، واللعيبه اللي موجوده اصلا كويسه جدا، يعني اللعيبه اللي موجوده احسن لعيبه في مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك مباشره، انا عارف ان حضرتك بتحب تقول رايك في مثل هذه التوقيتات اللي الكل بيبقى مقلق ان هو يقول رايه، لكن في مثل هذا التوقيت اولاد النادي دايما اللي بيبقى ليهم
دور مهم جدا 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 في الرأي الراجح، خصوصا لما يكون واحد بقيمة حضرتك معانا. يعني رأيك في هذه المباراة وهذه الهزيمة الصعبة جدا، وانا حتى قلت في وانا بتكلم في بداية كلامي ان احنا خلاص بناخد، يعني احنا بنقفل الكلام على سان داونز النهارده، ومن بكره هنبتدي نتكلم ان شاء الله عن هذه المباراه الاهم بقى دلوقتي بالنسبه لمباراه القطن باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اللي بيحاول ينال من النادي الاهلي، نعم، النادي الاهلي هو الهرم الرابع في مصر. هل الهرم ممكن يقع؟ لما يشيل منه حجره ولا زلطه ولا حاجه هيقع الهرم؟ النادي الاهلي بالنسبه لمصر الهرم الرابع، محدش هيقدر ينال منه، لانه على مستوى العالم النادي اللي معروف على مستوى العالم. وببارك لك وببارك لكل اهلاوي، بنلعب في كاس عالم 25 ارزاق. ايه ده ارزاق؟ ايه الاقلام اللي نازله كل يوم؟ بقول لك يعني ارزاق، سبحان الله. الاجتهاد والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. والتوفيق صح. الحاجه الثانيه، هو جمهور النادي الاهلي من يوم ما نشا، مش هو اكبر جمهور في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا وفي البلاد العربيه؟ صحيح. طيب هل جمهور النادي الاهلي بيقل ولا بيزيد؟ بيزيد. طيب لما جمهور النادي الاهلي بيزيد على مستوى مصر وعلى مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى البلاد العربيه، طب الجمهور ده اللي عمال يزيد ده بيزيد كمان على مستوى العالم يا كابتن. تخيل ان النادي الاهلي، ودي برضو لجمهورنا عشان يبقى عارفها، النادي على الرابع على مستوى العالم من حيث المتابعه، 15 مليون و800 ألف متابع للنادي الأهلي، هو الرابع في العالم. صحيح. متابعة على مستوى العالم. جمهورنا عارف طبعًا، وزي ما حضرتك دايمًا بشوفك باستمرار، اللي لا يشجع النادي الأهلي أو اللي بعض من لا يشجع النادي الأهلي. بعض من لا يشجع النادي الأهلي، وما أكثرهم في البرامج، طبعًا كل واحد مزروعين في البرامج. الهزايم لكل الانديه بالخمسات وبالثلاثات ومن انديه متواضعه، محدش بيجيب سيرتهم، لكن عاوز ينال من البطل علشان ينال منه. عمرك ما هتنال منه، لان اولا نمره واحد ربنا موجود ودايما بينصر الحق وبينصر المبدا. نمره واحد. نمره اثنين، جمهوره اللي كل دقيقه طفل بيتولد اهلاوي. الأهلوية اللي مالين كل حتة في العالم، أكبر جمهور في العالم، أكتر نادي واخد بطولات، ينافس ريال مدريد وبرشلونة. جمهور الناس اللي هي بتحاول تنال من النادي الأهلي، هتنال منه إزاي؟ أنت يعني قول لي أنت مين عشان تنافس ريال مدريد وبرشلونة؟ قول لي أنت بأمارة إيه؟ أنت بقالك 20 سنة ما هوبتش في أي بطولة. فأنت يعني الكبير دايماً بيترفع عن الصغائر. نعم. وبالتالي انا لما اكون انا في النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي، ومهما حاولت انك تنال من إيه؟ عمرك ما تنال منه، لانه في ربنا موجود مع النادي الاهلي بيسنده في كل خطواته. انت طلعت من الوداد، الجواب اللي استخبى والمجلس اللي اجتمع وبتاريخ قديم واللجنه اللي راحت وما انصفتش النادي الاهلي، ايه اللي حصل؟ يروح كاس العالم ويبقى مشرف ويكسب الفرق، وبعدين بيلعب مع ريال مدريد وكان فاضل دقيقتين وكان ممكن نتعادل. يا اخوانا ده انجاز رائع. انت لما تغلب من ريال مدريد 4-1 ده يعني حاجه، يعني بنشوف الفرق اللي بتغلب بسبعه وثمانيه، البرازيل وليفربول واللي بيكسب المان يونايتد. فالنادي الاهلي عمر ما بطوله او مباراه ممكن انها تنال منه. ادي نقطه نمره واحد. النقطة الثانية، ودي برضو يعني ببعتها لجمهورنا وببعتها لإخوان النقاد، أنت كل اللي أنت بتقوله أقسم لك بالله ما هينال من واحد من جمهور النادي الأهلي. اللي هينال من واحد بيدعي أنه أهلاوي بناقص لهذا الفرد، لأن ما فيش واحد أبدا بيشجع النادي الأهلي هيروح يشجع نادي آخر، لانه هيفضل طول عمره. معلش عشان الكلام بيتاخد اصله من سياقه، حضرتك هنا بتتكلم على بعض النقاد والاعلاميين اللي موجودين في كل مكان. موجودين. نعم. في كل مكان، وبيحاولوا على طول ليل نهار يشكك. وبعدين يروح انت قبل ماتش سان داونز يروح يقول لك عقوبه مش عارف مين. بالظبط كده. يشغلك. مش عشان اصل الكلام بيتاخد بيروح في حته ثانيه. والله يا كابتن اللي يهمك. في ربنا موجود. ايوه. وفي جمهور، الجمهور ده على فكره ما هياش احلى حاجه في الدنيا. ما هياش حاجه بتاعت بني ادمين. ما اللي ربنا بيحبه بيرضى عنه
صحيح، بيخلي الناس تحبه. فالجمهور ده اللي انت بتشوفه في كل مكان. والله يا اخي يعني هقول لك ايه، بعيد الكلام مره واثنين وثلاثه، بتمشي في اي محافظه في اي بلد وبتشوف الناس اللي بتتابع ماتشات النادي الاهلي، طبعا جسمك بيقشعر لما النادي الاهلي بيلعب. عشان كده زعل بمقدار الحب الحقيقه. والزعل يا كابتن عايز بس اوضح حاجه، فضل. انا لما اكون امي وابويا انا مثلا بزعلهم فيجي هيدعوا علي، لا طبعا ايه اللي بيحصل؟ يعني على طول يحصل نوع من انواع العتاب، ما تقولش امين وانا بتكلم على فرقتي. صحيح. فدي طبعا الجمهور لما يزعل يزعل شويه، فدي نقطه بتبقى محسوبه له، لان الزعل بتاعه هو اللي مخليك دايما في المقدمه. الحاجه الثانيه يا كابتن، امتى حد يفكرني بس من الاخوه الاعلاميين او بعض الاخوه الاعلاميين او اي جماهير من اللي هي بتبقى يعني بتتابع وما بتحبش النادي الاهلي؟ امتى صن داونز كسب النادي الاهلي في ظروف طبيعيه؟ ما حصلش. الماتش اللي فات هيقول لك يعني الماتش 2019 ايه اللي حصل؟ انت ملاعب الزمالك في برج العرب في ارض طين. وبعدين رجعت بتلعب الاتحاد في اسكندريه وماتش برضه طين. وبعدين بتطلع عن صن داونز ثلاث ايام. نفس اللي حصل. صن داونز بقى كان قبلها ايه؟ اسبوع مريح الاتحاد هناك والرابطه هناك مريحين الفرقه. عشان الناس بتخاف على بلدها وبتخاف على اسم بلدها وبتخاف على انديه بلدها. بتتكرر المره دي برضه. بترجع من كاس عالم انديه وبعدين نفس القصه برضه. لعب الداخليه يعني شرار بيطلع في الملعب. وبعدين القطن الكاميروني انا قلت كنت مع حضرتك بيلعبوا بشراسه انا ما شفتهاش لا مع صن داونز ولا مع الهلال. بيلعبوا بشراسه غير طبيعيه لدرجه ان انا قلت لك احنا كسبانين ثلاثه وفاضل دقيقه وعبد المنعم الراجل ضربه ومع ذلك بيستعجل اللعب. انت يعني كان فاضل دقيقه انت هتجيب ثلاث اجوال في دقيقه نتيجه انك انت عندك الحافز الرهيب جدا ان انت وبعدين تخش على المقاولين. انا قلت لك برضو في سبع فاولات كلهم انذارات ما فيش انذار واحد. شراسه غير طبيعيه. وبعدين برضو بتلعب المقاولين الثلاث وبتروح سافر الاربع علشان تلاعب صن داونز. صن داونز برضو مريح سبع ايام قبلها صح. في الوضع الطبيعي بقى يا كابتن، في الوضع الطبيعي صن داونز انت على طول كسبانه 2-2 في تعادل هناك وعلى طول انت اليد العليا عليه. كسبك مرتين نتيجه عدم تعاون ما بين الاتحاد والرابطه انها تريح تيم بحجم النادي الاهلي انه يبقى رايح. ايه المانع ان انا كنت اجل الماتش ده؟ ايه الفايده اللي هتعود على الكره المصريه من كاس الرابطه؟ ما الفتره دي كان ممكن جدا ان انا اريح النادي الاهلي وخلي ماتش المقاولين في الفتره ديت. عشان في اجنده دوليه اليومين اللي جايين دول. في اجنده دوليه انا ممكن جدا ان انا يبقى فيه يعني نوع من التنسيق بحيث ان انا ماتش المقاولين كان ممكن. بس معلش يا كابتن عشان الناس ما تفهمش كلام حضرتك ان هو تبرير للهزيمه. لا يا كابتن. لانه احنا انا بس عشان انا اصلا عارف دماغ حضرتك. لكن لا يا كابتن انا بتكلم هنا كابتن عادل بيتكلم في الظروف المحيطه بالمباراه ولكنها ليست تبريرا لاي شيء. نعم. شوف يا كابتن احنا بشر. فانا لا ابرر ولا انافق ولله الحمد يعني انا بقول لا 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 اقصد لكن انا عارف حضرتك وعارف كلامك لكن في البعض برضه يعني يقول لك انتوا طالعين تبرروا احنا ما بنبررش. اللي بيبرر ده اللي بيقول ان انا ببرر او حضرتك بتبرر او اي حد بيبرر قول له يا حبيبي روح ماتش كده روح اسكندريه بالقطر صح وانزل وخش بيتك مش هتلعب ماتش ولا حاجه ولا في ضغوط. شوف تعبان ولا مش تعبان. ولا في مجاري بتضرب ولا في شماريخ ما تخليكش تنام ولا 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 وتعال العب. فالمبررات دي لما انا اكون لاعب وقلت لحضرتك قبل كده احنا لاعبين 15 مباراه في 45 يوم كل 3 ايام ومنهم 8 سفريات. صحيح. وربنا عرفوه بالعقل يعني انا بخاطب جمهور النادي الاهلي مش جاب اي حد تاني. بخاطب جمهور النادي الاهلي من فضلك لما تكون انت بتلعب 15 مباراه ومنهم أربعة كأس عالم لأندية. مدرب نادي الزمالك بيشكو من الإرهاق. أنت ما رحتش كأس عالم ولعبت أربع ماتشات في أربع سفريات. صحيح الأربع ماتشات في كأس العالم كلهم سفريات. أربع ماتشات يا كابتن في 10 أيام.
منهم ريال مدريد وفلامينجو وسياتل واوكلاند، فرق حصانه بتجري من تطوان للكازابلانكا ومن المغرب اربع سفريات. فانت مرهق. امال النادي الاهلي في الاربع انت بتلعب ريال مدريد وبتلعب فرق ابطال قارات، ف يعني ايه ما دافعش عن ناديه؟ لان انا دافع، واللي هيقول لي انت بتبرر، اه يا سيدي انا ببرر، انا بحب ناديه وببرر. تمام صح. ف ولما يكون في اخطاء لما نحب نقولها نقولها بادب ونقولها بحب. لما يكون فيه صحيح زي ما جمهور الاهلي بيعمل، او جمهور الاهلي بيعمل ايه؟ زعلان ولكن هو بينتقد، تلاقيه دايما جمهور محترم، يعني بيقول لك ايه؟ يعني احنا عايزينكم تعملوا واحد واثنين وثلاثه واربعه، يعني الناس بتكلمك اكيد يا كابتن، وبيشكروا أيوه. الشعب بيقول لك نفس الكلام. تمام. احنا نفس الكلام لما جمهور الاهلي بيوقف معانا ويكلمنا يقول لي نفس الكلام، اقول لهم اه يا جماعه نحاول نعمل كده وان شاء الله الفتره الجايه فيها، لان طبعا حضرتك تعلم ان احنا بنبقى يعني عندنا بنبقى عارفين شويه حاجات بتحصل، لكن ما ينفعش نطلع لانه في الاخر الاعلام بيكون من النادي. تمام يا كابتن. فهو انا مش معنى كده انه ما كانش هناك في بعض الاخطاء، انا قلت الشراسه وقلت الناس بتلعب بشراسه غير طبيعيه مع النادي الاهلي، ودي حاجه احنا صحيح يعني عايزينها. العب برجوله مش هتفوت لي، لا العب بس العب بالشرف المهني كرة قدم. في الأداء كرة قدم، والكسبان والخسران دي في النهاية كرة قدم اتبدعت عشان الاستمتاع. أنا بلعب كرة قدم عشان استمتع، بكسب بتعادل بخسر، بس المهم زي ما قلت لحضرتك قبل الماتش قلت لك عايزين نلعب ونأدي جهدنا. اللعيبة ما وفقتش، الجهاز الفني احتمال كان فيه أخطاء فنية، الأخطاء الفنية دي ممكن نقولها في النادي لو طلب مننا. والله كان في واحد اتنين تلاته في ماتش الداخليه، كان هناك خطا، احنا كسبانين واحد وهم 10، كان المفروض ان انا امن. ماتش سان داونز كان برضو فيه اخطاء. سان داونز هنا 2-2 تقصد؟ ضرب الجزاء لا، هاني ما يشوطش، لان هناك محمد عبد المنعم هو نمره 2 في المنتخب، الراجل يمكن ما يعرفش ده نمره 2 في المنتخب في ضربات الجزاء، وبعدين بيشوطها فين؟ بيشوطها في الكاميرون مع ضد السنغال وضد المغرب، كل الماتشات اللي خلصت بضربات الجزاء كان محمد عبد المنعم كان هو نمرة 2 في المنتخب بعد زيزو وبعد محمد صلاح، كان بيبقى هو موجود في ضربات الجزاء. الراجل ما يعرفش، ما يجراش حاجة، ده خطأ، الخطأ ده بيتصلح. مش نهاية الكون، وزي ما حضرتك تفضلت، مش نهاية الكون ان انا لا قدر الله البطولة دي انا طلعت منها ان انا هيبقى فيه مشكلة كبيرة قوي بالنسبة لي، لكن بيبقى درس قوي جدا ان انا كلاعبين يبقى في نوع من انواع الترابط جوه الملعب، نحس حتى لو احنا مرهقين احس ان اللعيبه بتكلم بعض في الملعب. ابسط حاجه ان انا دخل فيا جول وبعدين بقينا 1-1، هنا الجهاز الفني لازم يشتغل. بقينا 2-1، بقينا 3-2، طب 3-2 لازم ابتدي اتدخل. انا قلت 3-2 لازم الراجل هيعمل 3 تغييرات او تغييرتين على الاقل. ما حصلش. لما اوصل ل 3-2 بقيت قريب جدا، وهو ابتدى كيرفه ابتدى يبقى فيه نوع بيامن وبيلعب على المرتده. طب انا امن المرتده وبعدين ابتدي ان انا اعمل تغييرات بدري شويه، انزل كهربا والعب بشريف وكهربا. الراجل ما بيأديش الواجب الدفاعي ما لعبوش. انا قلت مع حضرتك قبل الماتش عايزين ال 11 او ال 10 اللي هيلعبوا لازم يبقى الساعه الحيويه بتاعت رئتهم، ولازم يكونوا بيأدوا الواجب الدفاعي والهجومي. يا كابتن ما فيش لعيب خلقه ربنا فوق راسه ريشه، الفرقه كلها بتدافع والفرقه كلها بتهاجم، في عندنا بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي وحتى الواجب الهجومي بيأدوه على استحياء. لا، المفروض يبقى في وقفه، لان عندنا كم من اللعيبه كلهم احسن لعيبه في مصر. عندنا انت الفرقه ال 11 وفي اكتر من 15 بره كلهم دوليين. ده ايمن اشرف دولي، يعني 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 كلهم دوليين. فانا عندي من اللعيبه ما فيه الكفايه، كل ما هناك ان الاخطاء الفنيه دي وارد انها تبقى موجوده. ما فيش ربنا خلق بني ادم ما عندوش اخطاء. جمهور النادي الاهلي اقسم لك بالله عارفين كل الكلام اللي انا بقوله ده. طبعا طبعا. ايه المنبر اللي ممكن يطلعوا يقولوه؟ انا واحد بشجع النادي الاهلي طول عمري، بقول لك على اللي جوايا، جوه كل واحد اهلاوي هي لذه وباعه قوي ان الفرقه اتغلبت 5. ياه، لان احنا مش متعودين.
ما احناش متعودين حظ يعني احناش متعودين لو في الظروف طبيعيه الوضع الطبيعي لجنه رابطه الانديه مش النادي الاهلي اللي يطلب ده هو يقول للنادي الاهلي انا هاجل لك ماتش المقاولين لان دي مصر النادي الاهلي بيلعب باسم مصر هيقول لك اشمعنى لا يا حبيبي ما فيش حاجه اسمها اشمعنى النادي الاهلي راجع من كاس عالم لعب اربع ماتشات انت لعبت كاس عالم علم مصر اترفع في المغرب كم مره والنشيد الوطني اتعمل كم مره والنادي الاهلي بيلعب فين الرابطه هنا هي العمليه كل واحد بيدور على مصلحته وعلى الكرسي اللي هو قاعد عليه ما ينفعش النادي الاهلي ده بيمثلني كرابطه فين انا هنا صحيح الاتحاد فين وبعدين ماتش المقاولين نبص نلاقي سبع فاولات والكلام ده كلام حكام كبار طالعين بيحللوا الماتش سبع فاولات ما فيش فيهم انذار يعني بحس ان انا بس يعني احمي اللعيبه اللي هي رايحه بعد ثلاث ايام دي تلعب في سان داونز فين حب الناس اللي بتحب مصر بتحب مصر باي منطق اي منطق واي دين واي يعني ازاي انا تيم رايح يلعب في بطوله محببه لجماهير مصر وجمهور النادي الاهلي والجماهير البلد العربيه كلها بتتابع البطوله يعني دي يعني معلش يا كابتن برضو محدش يتفهم ما يتفهمش كلام حضرتك غلط ايه اللي مطلوب يعني في مثل هذه الامور انا كنت اجل ماتش المقاولين لا ماتش الاتحاد انا بتكلم على التحكيم المطلوب يا كابتن انك تحميني انت تحميني بالقانون تحميني بالقانون يا كابتن لما واحد يخش يفرمني ما ده انت اديت بتدي انذار لما واحد بس بيبص لك بتدي له انذار انت واحد يعني ده حمدي فتحي في كوره عاديه جدا بيتزحلق هنقول فيها تهور شويه على طول الانذار طلع طب والسبعه اللي قبليها ما فيش انت بتحمي بتاع المقاولين وما بتحميش بتاع الاهلي مش معنى كده ان احنا ضد المقاولين انا بقول ان اللعيبه بتلعب بحماس لا انت بتطالب بالعداله بس تدار بالعداله بحيث ان انا ابقى خايف على زميلي اللي هو رايح يلعب في بطوله لو النادي الاهلي والمقاولين هو اللي رايح يلعب سان داونز كان هيلعب بطريقه لعب العنف ده الحقيقه مختلفه يعني شويه فعشان كده العقليه فالمبررات اللي انا بقولها دي مبررات لواحد بيعشق النادي الاهلي ويعرف قيمه النادي الاهلي ويعرف يعني ايه ان النادي الاهلي طول عمره رافع راس مصر في المجال الرياضي في كره القدم وفي جميع الالعاب هناك بعض السلبيات واضح جدا ووارد جدا يبقى هناك اخطاء فنيه بسيطه جدا ممكن جدا تتعالج فانا في الدوري ماشي كويس في البطوله الافريقيه اذا ربنا اراد وعدينا ماتش القطن وباذن الله تعالى يبقى هناك درس قوي في ماتش الهلال هنا لو لا قدر الله حصلت اي نتيجه ان النادي الاهلي عنده من كم من البطولات هيبقى فيه هناك وقفه وفي تصليح كده كده هيبقى فيه وقفه وتصليح كده كده بعيدا عن اي شيء هيبقى هناك حساب وده اللي كلنا ولاد النادي الاهلي كلهم عارفين هذا الكلام عموما خلينا نطلع فاصل ونقفل الموضوع بقى سان داونز ونتكلم بقى عن القطن وعن كاس الرابطه وعن 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 نتكلم عن كل شيء ولكن بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن عادل القطن لو اتكلمنا عن حاجات ايجابيه نستطيع ان احنا ناخدها معانا في مباراه القطن هو طبعا الظروف الغير طبيعيه اللي صاحبت ماتش سان داونز انك انت ما بتاخدش فتره راحه لانك انت بعد ما خلصت ماتش المقاولين كان يوم الثلاث تخيل انت يوم الاربع بتسافر 8 ساعات 9 ساعات 9 ساعات وبتنزل تاخد اتوبيس ساعه كمان ساعه الا شويه فمثلا حد يتخيل كده من بعض الاعلاميين او المسؤولين او الناس اللي بتهاجم يركب طياره كده ويطلع اسوان وينزل يروح الفندق يشوف درجه تعبه ايه مش هينزل على تمرين وعلى ماتشات ولا اخر ايوه ف ماتش القطن الكاميروني اعتقد انه هناك سبعة ايام يعني احنا لعبنا السبت هنلعب جمعة هنلعب جمعة الست ايام دول فيهم ثلاث ايام ما فيهمش سفر فانت عندك تدريب وفي فتره استشفاء الراجل اداها حتى في يوم امبارح اعتقد ادى يوم راحه كامل ما فيش شغل خالص يعني اسبوع معقول مقبول يعني ست ايام بس خلي بالك ما هو الاداره وفرت هذا الامر بان هي جابت طياره خاصه موجوده وفي نفس الوقت انت قاعد الاسبوع كله مفيش حد مقصر يا كابتن مفيش حد مقصر ولا اللعيبه والله
في في بعض اللعيبه بتبقى مقصره شويه، بعض اللعيبه وهم قله، لكن الغالبيه كلهم رجاله وكلهم على قدر المسؤوليه وياما اسعدونا. بس في بعض برضو من اللاعبين احيانا بيبقى خلاص ده طموحه ان هو خد بطولتين ثلاثه او كام بطوله، فبيستكفي بده وعايز بقى ايه يامن مستقبله. ايوه النوعيه دي ما بتستمرش في النادي الاهلي كتير، لان النادي الاهلي مفرمه، عارف اللي بعده اللي بعده على طول، انت يلا مع السلامه، هتروح فين؟ هتبص ليه بيلعب بقى في الدرجه الثالثه والرابعه. وعندي امثله كتير قوي كانوا نجوم كوار جدا جدا النهارده في الدرجه الثالثه، درجه مع احترامي طبعا للدرجه الثالثه والرابعه، هتلاقيهم مفيش خالص. فطبعا الست ايام دول طبعا هيبقوا هيفرقوا جدا مع الفريق. نغمه ان انا اعاقب واعاقب ده مش اسلوب النادي الاهلي صحيح، ولا دي الطريقه اللي بيربي بيها اولاده صحيح. لا دايما احنا بنحفزهم، يا فلان انت من افضل لعيبه، يا فلان انت كذا، يا فلان انت كذا، وفي مكافئات وهو الاخر. لما يكون هناك عقاب، العقاب ده دايما يبقى غير معلوم اخر الموسم معلوم. انت عندك بطولات، عندك دوري وعندك افريقيا وعندك السوبر وعندك الكاس، عندك لسه اربع بطولات وعندك كاس عالم وعندك وعندك عندك حاجات كتير جدا. ف الماتش اللي جاي اعتقد انه هيبقى ماتش بتمناه يبقى فيه روح رياضيه، ان الفريق المنافس القطن الكاميروني يبقى هناك حكم، الحكم ده يبقى فيه عنده شيء من يعني شيء كثير من النزاهه، لان انا في اعتقادي ان احتمال كبير يبقى فيه زي العنف اللي كان موجود هنا، برضو احتمال يبقى فيه عنف، لان المؤشرات بتقول انه بيفتح المدرجات للجماهير ولا اخره، فمؤشرات ان هم واخدين المباراه بشكل جدي، دي حاجه كويسه جدا عشان ننزل نلاقي فرقه واقفه علشان نكسبها، واحنا المكسب ده يبقى رخيص قوي ان انا العب فرقه واكسبها بدون ما يكون هناك تحدي او يبقى فيه اداء مشرف من الفرقتين. لكن اللي هو يبقى مش مشرف ان انا يبقى فيه عنف، علشان بيحصل في مجال الكوره يا كابتن ان في تيم خارج المنافسه، التيم اللي هو بينافسك بيعرض مكافآت على الفريق الاخر عشان ينال منك او عشان يطلعك، ودي وارده وبتحصل ومرت يعني فترات كتيره جدا على بعض الفرق. تبص تلاقي بيطلعوا حوافز للعيبه علشان توقف النادي الاهلي في مسيرته. اللعيبه اعتقد انه المدير الفني حط ايده بقى على العناصر اللي هي ما بتاديش الواجب الدفاعي والهجومي، ودي في منتهى الخطوره، ان انا مش هلاعب حد الا اذا كان الواجب الدفاعي والهجومي على نفس القدر. انا بتديني 8.5 من 10 الواجب الهجومي والواجب الدفاعي، لازم تكون بتاديه على قدر المسؤوليه، وتبقى عارف قيمه التيشيرت اللي انت بترتديه. كل اللعيبه تعلم تمام العلم قيمه التيشيرت، والدليل انت واخد 2 كاس عالم، واخد 2 برونزيه كاس عالم، زي ما حضرتك قلت انت واصل كام مره لنهائي افريقيا؟ 6 ستة، واظن في اخر 10 سنين يعني 15 مره اعتقد، واخد 10 واصل 15 مره اخر 10 سنين، وصلنا 6 مرات نهائي افريقيا، نهائي دوري الابطال، وخدنا 3 19 و20 و21. لا على المدى احنا واصلين 15 مره واخدين 10 على العمر كله يعني واصلين 15 مره صحيح واخدين 10، وال11 كنا ناخدها في المغرب ما حصلش. فالماتش اللي جاي انا بشوفه ان شاء الله باذن الله تعالى، ايا كانت النتيجه وايا كان اللي ممكن يحصل في المباراه ديت، لان برضو الحرب شغاله. برضو لو تلاحظ يا كابتن انه ماتش زي الاهلي والهلال، ماتش يعني معروف انه هيبقى فيه مشاكل، نبعت حكم مغمور. الماتش بتاع سان داونز نبعت حكم مش معروف، بس خلي بالك الحكم كان كويس في مباراه سان داونز. بس المفروض ان انا ابعت حد يبقى بقيمه الاهلي وبقيمه سان داونز. طب ما هو دلوقتي مأخرين يعينوا حد للماتش اللي جاي. غريبه بس ليه عايزين يحطوا حد للمباراه ديت يبقى يعني لانها تبقى مباراه مهمه جدا، ماتش الاهلي والقطن الكاميروني. تهيألي بكره هيعينوا، تهيألي او يعلنوا يعني لانه هيحطوا ناس لسه في سفر الحكام الصفوه،
بحيث الماتش ده ما يبقاش فيه غلطات، لانه للاسف برضه موسيبي لما جه قال انا هيبقى فيه فار وقال كتير لغى الفار. الماتشات دي المفروض تبقى الفار شغال، لان الاتحاد الافريقي غالي جدا وما عندوش مشاكل، لكن فاعتقد انه الماتش ان شاء الله باذن الله تعالى ولادنا ورجالتنا هيأدوا الاداء المشرف باذن الله تعالى، وايا كانت النتيجه لو خسرنا افريقيا احنا النادي الاهلي بجماهيره العظيمه بجماهيره الواعيه مفيش حد ابدا من جمهور النادي الاهلي هيخلي حد يستطيع انه ينال من هذا الجمهور العظيم اللي احنا كلنا منه. ودايما النادي الاهلي بشعاره الاحمر في دم كل واحد عمره ما هينفصل عنه، وبالتالي ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون ماتش مشرف وولادنا يرجعوا منصورين باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله. كابتن خلينا بقى نروح لقرعه النهارده رابطه الانديه. شفت القرعه ازاي؟ واحنا برضو شغالين يا شباب لو سمحت حطوا لنا الجدول. اتفضل يا كابتن. والله طبعا هي جايه في توقيت يعني الاهلي هيلعب المصري، المحله هيلعب الاسماعيلي، المقاولين هيلعب الحرس، فيتشر طلائع، زمالك بنك اهلي، سيراميكا سموحه، اتحاد فاركو، بيراميدز انبي. طبعا البطوله ديت هتتعمل، وطبعا الاهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز اللعيبه الدوليين مش هيكونوا موجودين في البطوله ديت. فالمردود بتاعها انا مش عارف المردود المادي هيبقى شكله ايه، لكن ايا كان هتبقى برضو فيها فايده للعيبه اللي هي ما بتلعبش. فان شاء الله تكون يعني بطوله موفقه، والحاج عامر حسين يبقى يعني يبقى في نوع من انواع المتابعه. اللعيبه مرهقه جدا وخاصه في الانديه الكبيره، وبالتالي يا كابتن اللعيبه دي هتلعب تصفيات اولمبيات وتصفيات كاس عالم. كنت اتمنى ان اللعيبه يعني يبقى في شيء من الراحه ليهم، بحيث ان هم نروح كاس عالم بقى واحنا مرتاحين شويه ونبقى رايحين من بدري وما يبقاش فيه الارهاق ده. ولما نزود اسبوع شويه مش هيجرى حاجه، لما بدل ما نخلص في يونيو نخلص في يوليو مش هيجرى حاجه يعني. بدل ما ناخد 45 يوم ناخد 25 يوم، وكان اللعيبه ترتاح والاهلي يوصل لنهائي افريقيا. فيعني التشبث باسبوع ولا حاجه مش ده المنطق وبالتالي برضو الرئيس الرابطه مع الحاج عامر لجنه المسابقات لابد يبقى في حد فني معاه، يبقى عارف الاحمال اللي اللعيبه بتاخدها ايه. لان انا اعتقد الحاج عامر عنده خبره كبيره جدا في الامور دي. تيالي ما الحاج عامر بقى له 40 سنه في بالظبط، ففاهم 40 سنه. بس دي دراسه يا كابتن، الاحمال والحاجات دي. الاحمال دي ده علم دراسه. طبعا علم تدريب رياضي وفسيولوجي، فهو مش دارس الحاجه دي، يبقى بيستعين بحد، بحيث ان انا الحد اللي انا بستعين بيه ده لما بحط الجداول ابقى عارف ان اللعيب علشان يوصل لدرجه الاستشفاء بتاعته بتوصل بعد كذا يوم. لا يعني بس ممكن مثلا يا كابتن، بما اننا بنتكلم عن هذه البطوله، ممكن العب جزء كبير من الناشئين، جزء كبير من اللي ما بيلعبوش فترات طويله مع النادي الاهلي، وبالتالي اقدر استفيد منهم، اقدر اسوقهم لو مش عايزهم، اقدر اعيرهم لو مش عايزهم، ممكن يطلع لي حد استفيد منه زي ما طلع لنا كوكا مثلا من الدوري الرابطه السنه اللي فاتت، يطلع لنا محمد اشرف، يطلع لنا رأفت عطيه، يطلع لنا كده يعني. بس هيبقى ما فيهاش فير، لان في انديه هتبقى كلها كل واحد على حسب بقى. بالظبط، لكن كل واحد يبقى على حسب اهدافه. بس هي بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى جيده، اقرب لكده هتبقى جيده، لان برضو انت عندك كم من لعيبه انت ممكن ان هم يعني يبقى تجهيز ليهم بعد رجوع الدوري، يبقى يبقوا جاهزين بدل ما تعمل ماتشات وديه. بالظبط، هتلعب الماتشات ديت، واللي هيتاخد منه المنتخب يبقى صحيح، عدد اللي بيتاخد منه المنتخب هيبقى في طريق ان شاء الله نوصل كاس عالم، واحنا واقفين على رجلينا، ما نبقاش مرهقين او يبقى في نوع من انواع عدم الثقه في الاداء. لكن ان شاء الله
توفيق وبناشد زملائنا وولادنا الإعلاميين. النادي الأهلي ده نادي مصري، النادي الأهلي نادي مصري من تراب مصر، ما تحاربوش، انت اقف وراه وسنده، لانك انت مفروض تقف ورا كل نادي بيمثل مصر، تقف مع فيوتشر، مع بيراميدز، مع الزمالك. اتمنى ان الزمالك يوصل ويكسب ويوصل للدور اللي بعديه. نادي مصري، احنا ليه واخدين النادي الاهلي كده في حته وعمالين نخبط فيه؟ هو النادي الاهلي واخد اكبر نادي، واخد بطولات على مستوى العالم. انت يعني مين النادي في مصر واخد كم البطولات ديت؟ انت بتحارب جماهير كتيره قوي، 80 مليون او اكتر. انت يعني الناس بتبقى بتتفرج عليك بتضحك، يعني انا اسف ان في اللفظ ده، بتبقى مشفقه عليك. انت بتهاجم مين؟ بتهاجم النادي الاهلي باماره ايه؟ طب مين البديل؟ مين البديل؟ قول لي مين البديل اللي هو عامل سمعه وعامل فرحه بالنسبه للمصريين في كل حته، في اي بلد عربي ولا في مصر ولا في اي حته؟ النادي الاهلي. ونتمنى فيوتشر والبيراميدز والاتحاد والمصري، والله ساعات يعني اي نادي بيلعب في افريقيا لابد ان كلنا نقف وراه، لان ده في الاول والاخر احنا مصريين بنشجع فرقتنا. النادي المصري، النادي الاتحاد بيلعب في افريقيا، كلنا نقف وراه. يعني انا بستغرب الناس دول، هي يعني لابد نراجع نفسنا شويه ونعرف ان النادي الاهلي ما هوش في كاب ولا حاجه. النادي الاهلي واخد بطولات تكفيه 200 سنه رجاء. احنا في كبوه ونخرج منها ان شاء الله سريعا. والكبوه دي ما هياش كبوه، لان اي فرقه في العالم معرضه لظروف، والظروف ديت خارجه عن ارادتها، ومفيش فرقه بتلعب بسفر 12 ساعه وبتلعب ماتش وبعد 3 ايام بتلعب ماتش مع فرقه مدخله 50-60 ألف وارهاق. صحيح. وبتلعب 3 ماتشات. صحيح. وبتلعب 15 ماتش في 45 يوم. تمام. فطبعا دي كلها امور، واعتقد ان الاداره لم تقصر، ولا ان شاء الله اللعيبه والجهاز الفني الوقفه ووصل لهم طبعا الزعل طبعا الجماهيري، اعتقد ان هم لازم هيصالحوا جماهيرهم ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. يا رب يا كابتن عادل، انا بشكرك جدا، ودايما بنستنى كلام حضرتك ونصايحك لكل الناس. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا كابتن. شكرا جزيلا للكابتن عادل طعيمه. هطلع فاصل، وبعد الفاصل الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نرحب بضيفنا العزيز الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ منور الدنيا. كان معانا المفروض استاذ جمال او الاستاذ محمد، وكلهم الحقيقه النهارده تعبانين. الف سلام عليهم. الف سلام عليهم، ارجعوا لنا بالف سلام. استاذ محمود طبعا، استاذ محمود لوحده كفايه. يعني خليني ابدا مع حضرتك برؤيتك لما حدث في مباراه الاهلي وصن داونز. لا طبعا، هي دون تاكيد هتبقى نتيجه عالقه في اذهان جماهير الاهلي. مظبوط. يا جماهير الاهلي صدمتها مش في النتيجه، لانه في يعني انديه بحجم الاهلي وسمعتها الكبيره مثلا في اوروبا في اي مكان بتتعرض لمثل هذه المواقف، لان هي دي الكوره. لكن الالم والصدمه جايه من مش التكرار بعد 4 سنين، جايه من الروح والاداء في الملعب. صحيح. بأمانة شديد هي دي كانت المشكلة الأساسية اللي أرقت الأهلوية وعملت حالة من الارتباك، وكأنه إعادة للمشهد بشكل مختلف، زاد عليه هدفين. يعني أنت كنت يعني 1-1، 2-1، 3-1، 3-2 وقربت، ما حتى ما استفدتش من الرجعة أنك أنت حتى تكمل بالروح والإصرار بتاعك. ممكن ترجع، ده بالعكس، ده التاني بيقول لك ايه؟ طب هي كده؟ طب خلاص انا هقدر اجيب. يعني عندما يمتلك فريق في قدراته اللي هي الحاجات من مميزات النادي الاهلي التاريخيه اللي صنع بيها تاريخه، انه كان لما بيحب يجيب جول بيجيب جول في التوقيت اللي هو عايزه. وارجع للتاريخ واقرا مواقف مواسم كامله كان الاهلي بيستطيع يخلص اي مباراه. ممكن تقول انت المباراه مش هتنتهي غير بواحد واثنين وثلاثه. النهارده بتحول موقف يا كابتن اسلام، ما حدث في صن داونز يدق يعني جرس انذار في منتهى الخطوره. طبعا. يعني انا عاوز اقول يا جماعه عشان بس الناس تبقى منطقيا في تناول الامر دون انفعال وهيصه على الفاضي.
لا يستطيع مجلس اداره الاهلي ولا القائمين على الامر اتخاذ اي قرار وانت في نص الموسم. انت عندك 5-6 بطولات ستسعى بشكل جيد انك انت تحقق منهم النسبه الاعلى بمزيد. فانا جيت دلوقتي ههدم المعبد على راس الجميع وفي الاخر نقعد نضحك مع بعض؟ لا، الاهلي اكبر من كده. يعني الاهلي مش اول مره يمر بالمحنه دي، جمهوره والناس اللي عارفه التاريخ كويس جدا ياما مر على الاهلي مواقف كتير جدا، سنه واثنين وثلاثه غابت عنه البطولات، لكن رجع اقوى وبقى عنده مثلا. احنا وصلنا لمرحله من خيال، لو انت عملت تقرير مفصل هتجد ان الاهلي عنده حقب، الحقبه الواحده بتقود من 8-9 سنين 10 سنين بتبقى فيها بطولتين رايحين، ثلاث بطولات رايحين. الناس مع الجمهور تعود، زادت الثقافه كمان، اختلف الجمهور، تركيبه الجمهور دلوقتي يا جماعه ما عادتش زي الاول، زي تركيبه اللعيبه. يعني انت لما تيجي تسال اي حد مسؤول يقول لك انا عايز لاعب عنده روح. انا كان ميزتي الاساسيه ان انا بقاتل لغايه الدقيقه 95 و97، انا عندي ميزه اساسيه ان اللعيب بتاعي عنده قدره انه بيسترد الكره بتاعته في اسرع وقت، ما بيفرطش. يعني الاحتكاك والالتزام وافتكاك الكوره بالقوه واخذها بالسرعه والضغط الرهيب، الكلام دي بدات تقل قوي في النادي الاهلي على فكره من ايام منذ وجود وعود منذ حضور موسيماني. يعني مع كامل احترامي لموسيماني والانجاز اللي عمله، لانه في بعض الحاجات اللي يعني وقعت من النادي الاهلي صنعت نجوميه بعض الانديه في الدوري المحلي، انك انت ما عرفش تكسبها، بتخسر معاها او تتعادل او تخرج مباراه. انت يعني عاوز اقول لك ايه، دي من الحاجات. فلما تيجي النهارده يا كابتن اسلام وتخسر من سان داونز 5-0 في 2019 وتعود الامور مره اخرى بعد 4 سنوات يتكرر هذا، مشهد مؤلم جدا جدا جدا. وعاوز اقول لك على حاجه، الجمهور معذور، بس عاوز اقول يا جماعه حق الجمهور طبعا. طبعا لا يعني، ومن قال لك ان الاداره مش قادر تقول لك اللي عندها ايه؟ مش هتقول لك اللي في الغرف المغلقه، لا، في حاله حزن شديد جدا، وفي حاله وفي موقف على فكره، ولكن في مثل هذه صعب بقى على فكره. صحيح يعني موقف صعب يا استاذ محمود، ولكن في مثل طبعاً هذه الامور وحضرتك يعني بالنسبه لي مثل كبير، بقالك اكتر من 20 25، يعني ربنا يديك الصحه والعمر، بتغطي النادي الاهلي وباسمك الكبير اللي موجود، معروف صراحتك ومعروف كل حاجه، فبالتالي عدت ظروف زي دي كتيره، ولكن في النهايه من يجد او لو المسؤولين وجدوا حد مقصر، اعتقد ان انا يعني ما عنديش معلومه بكده، ولكن انا متاكد 1000000% ان سيكون هناك حساب وحساب عسير لاي مقصر، ولكن اختيار الوقت ده مش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك. هنا الامور تحتاج الى حكمه يا كابتن اسلام، لابد من حكمه في 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 اتخاذ القرارات المناسبه، مش لازم انك دلوقتي انا اعمل ايه، لكن انا عاوز اقول لك ايه، جاء الوقت المناسب والنقطه لانطلاقه بامانه شديده وعمل مختلف عن المرحله السابقه. انت لو شفت حتى اكيد يعني انت كنت نجم كبير ولاعيب كبير وعصرت الجيل الذهبي، لا في فرق كبير جدا يا كابتن اسلام، في فرق في المواهب، في فرق في الكوره، في فرق في الاجاده. انا مش عاوز اقول لك، شوف لعيب سان داونز هو بوقف الكوره، كوره ما بتبعدش كانها مربوطه في الجزمه بتاعته. انت عندك في لعيبه بوقفها بثلاثه، ولكن بما ان حضرتك بتتكلم بهذا الشكل، هل ده يودينا ان ما هو انا برضو النهارده وامبارح سمعت كلام غريب جدا من بعض اصدقائنا من النقاد والاعلاميين بيتكلموا، يقول لك ايه، اصل بص احط رجلي كده، لا يا استاذ محمود، والتكييف شغال والدنيا لطيفه، ويقول لك ايه، اصل بص سان داونز عنده 20 واحد في السكاوتنج بتوعه، عنده 20 محلل اداء. فانا بيني وبينك لما قعدت اسمع الكلام ده بقالهم يومين، الكلام ده يعني ومدير رياضي من الدنمارك ومش عارف ايه منين وده منين وده ليه وده تمام، كلها حاجات جميله جدا، وبالعكس انا اتمنى ان هي تحصل لو لو تفيدني كنادي اهلي، ولكن قمت ماسك الورقه والقلم كالعاده، حسبت البطولات اللي خدها سان داونز في اخر 10 سنين كام بطوله؟ بطولة واحدة. ما هي بطولة واحدة 2016. كام سوبر؟ سوبر واحد 2017. طبعا. حسبت النادي الأهلي اللي بيقولوا عليه طريقته ومش عارف إيه وبتاع وكلام والحكاية والرواية. النادي الأهلي في آخر 10 سنين وصل 6 مرات لنهائي دوري الأبطال، خد منهم 3 والرابعة يعني خد منهم 3 وخسر 3، وصلنا كأس العالم 5 مرات أو 4 مرات. وصلنا 3 برونزية. خدنا 4 سوبر افريقي في العشر سنين الاخيره، فبالتالي لقيت ان الفرق كبير جدا. طب هو انا يا لا لا يعني اصل لا خلي بالك انت سمعت الكلام ده من بعض انا سامع وشايف انت بتتكلم، يعني انا مش عاوز اقول يا جماعه
طبعا سان داونز فرقه بامانه شديده انا شايفها رائعه وكل حاجه اعلى ورائعه في افريقيا. لا يعني هم كسبونا فنيا. اه طبعا كسبونا لكن ما توصلنيش تقول لي اصل الاحسن اهلي مين اللي يا جماعه ما ينفع لا يجب ان يتم مقارنه النادي الاهلي. انا اسف جدا مش قصدي حاجه ولكن بالارقام في اخطاء مننا في طبعا أخطاء مننا. في تقصير في تقصير في ناس في لعيبه كتير في الفرقه محتاجه تراجع نفسها. انا اول مره اشوف بطريقه الدفاع يا جماعه هو في حاجه اسمها انه المدافعين بس هم اللي بيدافعوا يعني برضو لا مش طبعا بتكلم فنيات يعني برضو حاجه غريبه برضو في ناس في حاله كسل وامر غريب. يا كابتن اسلام بامانه شديده كان يتوجب الامر منذ خساره دوري عامين متتاليين صحيح وتفوق افريقي كاسح بامانه شديده وكان اداء الفريق متباين ما بين اداء قوي على مستوى بطوله افريقيا مستوى عالي جدا وتفوق مع موسيماني وتراجع محلي بصوره غريبه جدا يعني ايه مع فارق المستويات ايه اللي انت بتلعب بيقفل معاك وبتاع وقعدنا نحكي في قصه فرقه بدم طبعا ما هو لما يلعب الاهلي هيلعب والتحكيم كان له دور يا استاذ محمود انا اسف معلش يعني. بس احنا ما انا الجوانب انا بتكلم عليه على شكل فني شكل الحاجات فني الثانيه ماشي اللي احنا بتقول عليها احنا مش مختلفين عليها صحيح بس عمر الاهلي في تاريخه اللي انا حضرته معلش ما كان من احترام لاحد لم يتحدث عن التحكيم صحيح ابدا صحيح ومش عاوز احكي يا جماعه مواقف لرؤساء مجلس النادي الاهلي السابقين بامانه شديده ومنهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يرفض حتى هذا الكلام حتى لو اتضغط عليه بصوره او باخرى صحيح لانه الاهلي دايما بيحصل مباريات في الملعب مش مستني حد يديله مساعده ونقول لا لا انا لا اقصد المساعده ما فيش مساعده انا فاهم انا فاهم لا 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 مفيش مساعده لا مش قصدي خالص لا 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 مش قصدي انا بقول لك ايه حتى لو تم الامر مساعدة الآخرين بصورة بأخرى مساعدة الآخرين بالظبط لكن أنت دايما تبقى الأمور بإيديك لأنك أنت تمتلك صحيح أنت تنهي طول عمرنا بنسمع هذا الكلام الحقيقة صح يا كابتن اللي أنا بقول لك إيه في جانب جديد ظهر من جمهور الأهلي غريب جدا برضه يعني ما عندهوش إيه مش عاوز أقول إيه يا إما منفعل طبعا الغالبية شباب طبعا عاوزين فرقتهم يشوفوها بمستوى أفضل من كده ده أمر طبيعي جدا لكن ما يوصلكش الأمر إنك أنت تحاول تنال من فريقك ومن جهازك الفني ومتحد مهما يكن لانه مش عاوز اقول لك ايه مش عاوز اقول لك مانشستر يونايتد خسر 7-0 ولما سالوا الراجل تنهاج المدير الفني بعد المباراه بيكلموه على سؤال واحد مذيع بتاع بعد المباراه بيساله سؤال بيقول له الخساره يعني انت شايفها يعني عشان انت لعبت كاس كهرباء والنهارده كذا كذا ولعبت مباراه ثانيه هل ده ممكن ارهاق وجهاد؟ على فكره سخر من الراجل اللي هو بيكلمه قال له ارهاق وجهاد ايه؟ دي ناس محترفين شغلانتهم كوره ماشي بيتقاضى مرتب عشان الكوره عمله وهو الكوره ماشي بتتوفر له كل الامكانيات اللي انت شايفها دي مجلس الاداره بالكامل واداره النادي وضعت كل شيء تحت فريق امر فريق كوره سخرت كل الاجواء والامكانيات عشان توفر لك ان انت ماذا ينقص حتى تصبح يعني مش عاوز اقول قريب الشبه من هؤلاء يعني اللي انت منتظره مدير فني على مستوى جهاز فني متكامل طب هو لو طلب عاوز 50-60 واحد يشتغلوا معاه ماشي مساعدين ويجيب هنا يطور لكن عاوز اقول لك ايه الكلام ده يا جماعه في مشكله بس مشكله ابعد مما تتخيلوا احنا عندنا ازمه على القاعده العريضه دلوقتي في مصر بص على مستوى الناشئين وقص على منتخب الشباب وتعرف ان احنا وصلنا لغايه فين شوف الاختيارات قيم المدربين اللي بيختاروا الشباب والناشئين عشان تعرف الناتج اللي هيطلع لك بالثلاث اربع سنين عامل ازاي لما يبقى النهارده كارلوس كروش يقول قبل كده ده انا عندي مشكله في التسليم والتسلم ويجي النهارده بابا فاسيلو اللي هو المدير الفني بتاع البنك الاهلي يطلع يقول لك ده انا بعلمهم ازاي باصوا يعني عاوز اقول لك ايه هنا انت عندك ايه في عندك مشكله اساسيات الكوره يبقى في مشكله مش موجوده يعني انت بص على الماتش مختلف طبعا ماتش عاوز اقول نتيجته مؤلمه صعبه جدا محتاج الامور تعالج بحكمه وفكر الناس بواقعه تعرض ليها النادي الاهلي في 2003 2004 عندما خسر في البطوله العربيه بنتيجه 4-0 من النادي الاسماعيلي وقتها كان هناك موقف وبدايه انطلاق لوضع مختلف تماما جدا كابتن حسن حمدي وقتها مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب واللي موجودين خدوا قرار وتوجهوا الشكر للمدير الفني وفي ناس اتشطبت مش عاوز اقول الاسماء وفي ناس تم ابعادها وتم تدعيم صفوف فريق وبناء فريق في 2005 انطلق بفتره من الفترات طيب الناس اللي موجوده مع فرقه النادي الاهلي حصل في 2019 معلش انا اسف انا بكلم وحصل في 2019 نفس الشكل اللي انا بتكلم عليه ماشي 2019 حصل لما حصل موقف مجلس اداره خد موقف وفي ناس زعلت وفي قالت الخصومات كبيره جدا والمفروض لكن رده الفعل يا جماعه كبيره ده برضه معلش خساره طبيعيه في كره القدم لكن برضه النادي الاهلي يعني عايز اقول ايه
الامر برضو مختلف بالنسبه لجماهير المباراه. طبعا صعبه جدا، الاداء الفني متباين، الحاله اللي كان عليها اللاعبين حاله غريبه جدا مش مفهومه. يعني انت عاوز اقول لك ايه؟ لا، محتاجه فعلا اللعيبه نفسهم، مش عاوز اقول يبرروا المشهد اللي حصل ده ازاي، هيبرروه بايه؟ فوش تبرير. هتقول ايه؟ فوش تبرير. فدلوقتي يا كابتن اسلام انت مقبل على مباراه انا شايفها مباراه في منتهى برضو الخطوره، اما بتكون المباراه مش سهله طبعا، ماشي، هيبان الفرق انك انت تجاوزت المرحله وما تجاوزتهاش. لا، الامور محتاجه اكيد اداره النادي واداره الكره هيكون لها موقف في المرحله اللي جايه، في تغيير سياسات، في امور جديده، في استعانه بناس تانية، في تغيير الفكر. كل الكلام ده على فكره ايه؟ محتاج، ومحتاج سرعه، لانه ما عادش الامور انك انت تقدر تنتظر. الجمهور مش هينتظر، الاجواء، المنافسين اللي حواليك كل ما انت تدور على حته تنور عاوز تاخدها بيخشوا معاك بيضغطوا عليك عشان يرفعوا السعر عشان ياخدوا. لابد يكون عندك سياسه مختلفه. البحث والتنقيب عن المواهب مهمه جدا في المرحله اللي جايه. انت محتاج فعلا شغل كبير جدا. اتمنى ان شاء الله تكون يعني مجلس الاداره واداره الكوره شافوا المشهد وقيموا. اللي انا كنت اتمنى على المستوى الشخصي ان يتم التقييم فيه من 2019، انه كان يبقى فيه على هو ده تم في 2019. انا بقول لك ده كان فكر يكون اوسع. يعني لما كنت وصلت للمرحله دي ان عندك مهاجم واثنين وثلاثه، عندك حراسه المرمى واحد واثنين وثلاثه، عندك باك ليفت واحد واثنين وثلاثه، عندك تعرف الدولار كان بكام في 19 ودلوقتي بكام؟ شوف انت، ما انا بقول لك يعني يعني برضه يا استاذ محمود بصراحه لما بتيجي تسمع الارقام الواحد بيتعرف يعني انت لما بتسمع مثلا 5 مليون دولار ما طبعا لا دولار 5 مليون دولار دول يعني كام؟ تحسبها؟ عاوز اقول لك 150 مليون جنيه. طب كابتن اسلام اكيد انت سمعت الجمهور الاهلي ما عندناش، ده اللي انا افهمه، ما اعرفش صح يعني، ما اعرفش، ما عنديش معلومه برضو بهذا الامر، ولكن ما عنديش مشكله ان انا اجيب حد باي حاجه باي ارقام تتناسب معايا يعني عشان خاطر جمهور الاهلي، ولكن في نفس الوقت لما تدفع في لعيب يعني 150 مليون ولا برضو ارقام كبيره يمكن. وعلى فكره ما اعرفش بقى برضه عاوز اقول لك على حاجه، انت محتاج اعاده العلاقه حتى مع وكلاء اللعب، لانه بامانه شديده الكره المصريه تدفع ثمن هؤلاء الجشعين. هناك صراع شرس على جمع اكبر قدر من المال. ايوه بزق لعيبه بتشويه بالبحث عن، عاوز اقول لك على حاجه، لابد انت صحيح تشتغل بنفسك على صحيح فكره. كابتن اسلام بامانه شديده لما يصل المرحله، انا كشخص كمتابع انا ضد انك انت تبحث عن لاعب تجيبه لي من اوروبا. خلاص هو طبع بطباع وفلوسه ورقمه بالنسبه لي. انا شايف لما تيجي تسال انت بتوع صن داونز او القريبين، واكيد انت عارف عقودهم عامله ازاي. يعني العقود مفيش مقارنه ما بيننا وما بينهم. لا ليه؟ شوف الناتج. بص يا استاذ محمود، لا ما هو من ضمن الحاجات، ما ده انا خلي بالك، ما ده انا بلمه اليومين دول. يعني في لعيب عندهم اللعيب اللي في وسط الملعب 3 مليون دولار. ما هو برضه رقم. طبعا لا مش رقم قليل، ده 3 مليون دولار اللي اتدفع في الترانسفير منه ليه، من يعني من النادي اللي هو فيه لسان داونز دفع فيه 3 مليون، ده غير مرتبه. ما هو برضه لا رقم كبير. لا رقم انت كبير عندك هنا ما فيش حد بيجيب 3 مليون دولار برضه، ومع ذلك بس جاب ايه؟ جاب ايه؟ جاب لعيب. جاب لعيب. اه بيعمل ايه؟ لعيب كويس في نص الملعب. شفته ازاي في نص الملعب في الحركه عامل ازاي؟ اه لعيب كويس جدا وكل حاجه. هو فريق صن داونز فريق جيد، لا اتكلم عن هذا الامر، ولكن يعني في الاخر اصل الناس تقول لك اصل ده ب 200,000. ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها ان هو ب 200 ولا 300,000. ما هو 200,000 300,000 دولار دول يعني كام؟ لا ما ده كام؟ 6 مليون؟ اه 6 7 مليون برضه، ما هو يعني برضه مش ارقام. على فكره المشكله يعني بامانه شديده الامر في الكره المصريه عاوز بامانه شديده وقفه. طبعا في مساله عقود اللاعبين بامانه شديده الامور، لا الناتج والمشهد اللي انت شايفه مشهد يعني بامانه شديده، لا مشهد بيحتاج بامانه الى اعاده النظر. الى اعاده نظر على فكره، ولا بد ان الانديه تبقى واخده بالها واتحاد الكوره والقائمين على الامر. لان الامور لما اجي اقيم دلوقتي، لما المدير الفني اللي هو كان مدير فني منتخب مصر قال لك الناس عندها مشكله في التسليم والتسلم اللي هي اساسيات اللاعب، يعني اساسيات اللاعب هي نقطه نجاحه هي التسليم والتسلم. اجي دلوقتي ابص على المشهد 18 و19 و21، وكلام مرعب وكلام كبير ومحاصل والنتيجه ايه؟ قد تكون الامور تغير، بس الواحد اللي احنا عقلنا ما لا يدرك هذه الامور حتى الان. ماشي اسلام، الصدمه لم تكن في الهزيمه من صن داونز حقيقي الخمسه، الصدمه كانت في افتقاد الروح والاستسلام الغير مبرر حقيقي وحاله عدم البناء. بامانه شديد هذا الامر كان نتيجته نتيجه تابع الاداء، كانت فيه ربنا سبحانه وتعالى عنده حكمه بيسترك مرة والتانية والخمسة والعشرة والألف، وبعد يقول لك لما انت ما بتعلمش
من كل المواقف خد بقى بيروح خد بقى عندك بقى. انت بص التصرفات اللي حصلت في بعض المباريات، بص في مباراه الذهاب هنا 2-2 ماشي استهتار ضربه، لا ضربه الجزاء ومين اللي سدد. بص في ماتش الداخليه الكلام ده ما كانش يحصل في الاهلي داخليه وفيوتشر، خلي بالك لو فاكر فيوتشر بقى. بص في ماتش الداخليه وماتش فيوتشر باخد كوره عشان اشوطها واضيعها والكلام ده المفروض، ده الكلام ده المفروض يبقى فيه عقاب في واحد ورقم واثنين وثلاثه يا كابتن اسلام. بص على الروح اللي الفرقه بتلعب ايه، بس خلي بالك يا استاذ محمود. لا لا انا انا برضو اصل انا سالت في هذه النقط، لا في واحد واثنين وثلاثه وكان محمد، انا بقول لك المفروض في واحد واثنين وثلاثه، هو ده مش واحد واثنين وثلاثه يا كابتن اسلام، كان موجود محمد هاني رقم واحد في ده في التدريب يا كابتن اسلام. كان هو انا انا بقول لك بقى عندي محمد، عندي بص بص عندي عندي عبد المنعم رقم اثنين في المنتخب صحيح ماشي صحيح، المفروض مع كامل احترام دي أنا على فكره انا هنا ما انا هنا انا هنا ما بدافعش، ولكن انا بسال على معلومه، سالت على معلومه يعني المفروض ما اقولهاش كمان يعني، لكن قلتها اهو لانه في الاخر المدرب بيعمل ايه. في مدربين هي مدرستين يا استاذ محمود، المدرسه الاولى يقول لك ايه رقم واحد محمود صبري، محمود صبري قال ان هو مش عايز يشوط، يشوط رقم اتنين اللي يشوط اسلام، رقم تلاته اسلام مش عايز يشوط رقم تلاته اللي يشوط خلاص. وفي مدرسه اخرى وهي السائده بالمناسبه بيقول محمود واسلام وعلي التلاته التلاته رقم واحد واتنين وتلاته خلاص، ما يقولش مين واحد ومين اتنين ومين تلاته. اللي شايف نفسه فيهم فنيا ونفسيا قادر يخش يشوط خلاص. انا ما اعرفش كولر من انهي مدرسه، ولكن جوزيه كان كده. ان جوزيه يقول لك ايه يعني، كان يقول لك ابو تريكا واسلام وبركات طبعا خلاص مثلا او ابو تريكا واسلام وعماد، اللي ده اللي قادر يشوط يشوط. كابتن محسن صالح مع الاسماعيلي كان كده، يقول لك الثلاثه اسلام رقم مثلا اسلام رقم واحد، اثنين وثلاثه اللي عايز يشوط يشوط، لو اسلام مش هيشوط واحد من الاثنين التانيين يشوط كده. فهي مدارس كل واحد له مدرسته وهي كلها صح خلاص. ففي الاخر مش معقوله اللعيب داخل النادي الاهلي هياخد الكره ويشوطها بدون ما يكون هو اللي لازم يشوطها، ده اولا. ثانيا مفيش لعيب في النادي الاهلي هياخد كره ويشوط وهو المفروض ما يشوطهاش ولا يعاقب، ده اللي انا اعرفه في النادي الاهلي. ده اللي انا بتكلم عليه، بقول لك ان المساله ترتيب. لكن هي انا بقول لك ايه، انت في حاجات كنت مميز بيها رقم واحد وقعت منك يا كابتن اسلام. انا كنت اتمنى اوكي مع مجيء كولر انه يرجع الامور دي. ابرز حاجه فيها ايوه روح الفنيه الحمراء بس كده، روح الفنيه ايوه والله زي ما بكلمك صحيح. لو هو نجح ان هو يختار العناصر زي ما الناس تقول لك ايه، احنا نفسنا في 11 لاعب زي اكرم توفيق. ايوه الناس بتتكلم كده صحيح. الناس صح. عاوزه راجل في الملعب عنده ما بيخافش، اكرم الحاضر الغائب. شوف يعني رغم الاصابات، لكن عاوز اقول لك ايه، في الاصرار الناس عليها علامات استفهام، بتبص على مين، على بعض اللعيبه شايفاها في الملعب واقفه يا كابتن اسلام صحيح تحركاتها. لكن انا بقول لك ايه، ان الامور في الوقت ده بالذات تحتاج حكمه رئيس المنظومه اوكي اللي هو رئيس النادي مع مجموعه عمل. طيب الحكمه دي هتتبعها ايه، ازاي تختار القرارات بالصوره المناسبه، ازاي تختار القرارات ومتى، معنى من كل مكان واصدارها امتى، وازاي انت عندك موسم ملتهب، عندك فيه ايه دوي دخل في المراحل الصعبه، عندك فيه نهائي كاس مقبل، عندك فيه كمان كاس جديد اخر ده. عندك كاس رابطه ديك انت بتفكر فيه خلاص، عندك بطوله لسه فيها امل، حاجات دي بتاعت ربنا تخرج او ما تخرجش خلاص. طب امر طبيعي جدا، هي دي الكوره طبيعي جدا، وتتعلم من درسك وترجع اقوى بالظبط كده. لكن عاوز اقول لك ايه، لابد كل المشهد ده كله يخليك تعيد. انا عاوز افهم اكيد كابتن هيبقى هيطلب رسميا تفسير مبرر الكلام ده بعيد عن الكوره، اكيد هيبقى في قرار وفي تحرك وفي ناس وجوه جديده. على فكره انت محتاج غربله في المشهد العام، الناس عاوزه تشوف حاجه جديده، عاوزه ترجع النادي اللي ارتبطت بيه طول عمرها اللي بتحبه صحيح. الروح والاصرار يا كابتن هم. لكن عموما خلينا طبعا طبعا انا مع حضرتك في هذه الامور، لكن خلينا ننتظر ماذا سيحدث، لانه هناك من يختار التوقيت طبعًا. اللي يختار فيه متى يتم اسلام يقعد، محمود يمشي، اسلام اصله بيلعب باك رايت فما ينفعش يمشي. بس هو حضرتك الجزئيه انا بقول للناس يا جماعه وكل محبي وعشاق النادي الاهلي، يا جماعه لازم تبقى فاهم انه مجلس الاداره اللي هو عمل النجاحات ووصل وراح الكلام ده
ما يتمناش اللي حصل، لازم تبقى فاهم ان هو اكتر منك وحريص جدا، لانه عارف في موقف في غايه الصعوبه انت ما تعرفوش، مش لازم هو يتقال لك. الامر فعلا صعب على الجميع وعلى كل اهلاوي اخلص ود للمكان وللكيان الكبير جدا. حزنك مقدر وعلى الرسم فوق، لكن بامانه شديده اعتقد انه الكلام اللي حصل ده هيكون فيه نقله ثانيه مختلفه في المرحله الجايه، بس بالكلام بيتم بهدوء في هذا التوقيت، لانه ما ينفعش النهارده نهدم المعبد على الكل وانت توقع الدنيا. صحيح، ده امر طبيعي جدا، ننتظر نكمل، ونتمنى انه اللعيبه يستوعبوا الدرس، واكيد هيبقى في حاجات كويسه ان شاء الله في المرحله الجايه. طيب خلينا نشوف تقرير عن استعدادات او ختام استعدادات النادي الاهلي للقطن الكاميروني، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. استاذ محمود، خلينا نروح بقى للمنتخبات الوطنيه بشكل عام. انا عندي مشكله في موضوع المنتخب الاولمبي، ان هو هيتم تجميعه يوم 15، هيلعب مباراه وديه يوم 18، يكتمل يوم 20، بمعنى ان هيلعب المباراه بدون لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر لانهم مع افريقيا، عنده اولى مبارياته الرسميه يوم 22 قبل رمضان بيوم، رمضان 23، المباراه الثانيه في زامبيا يوم 26. وحتى هذه اللحظة أنا الحقيقة طالبت الدكتور أشرف صبح امبارح أن يكون هناك طائرة خاصة للمنتخب الأولمبي علشان تساعد على الأقل في توفير يوم مثلا، لأنه هيبقى سفر وصيام من هنا لزامبيا أعتقد 13 ساعة أو 12 ساعة حاجة كده، وبالتالي هيبقى الموضوع صعب جدا جدا جدا. فهل ننتظر فشل آخر لمنتخب من المفترض أن احنا بنعول عليه كثيرا يعني؟ مش عاوزين احنا نصدر الروح دي برضو، انا مش عاوز اقول لك واطلع بالمستند التاني يعني، لا بامانه شديده لا، ده هتبقى مشكله، تبقى مشكله كبيره جدا. واعتقد انه الدكتور اشرف صبحي عمل اجتماع مع مجلس اداره اتحاد الكوره من حوالي يومين ثلاثه بالظبط، بكتير اتكلم معاهم في المنطقه في الكلام ده، انه كل الامور كل الحاجات اللي هتطلبوها يتم تكليفها. واعتقد ان الدكتور اشرف مش هتاخر عن دعم المنتخب، لانه طبعا بامانه شديده يسافر برحله ويوصل يوم 24 يعمل تمرين 25 ويلعب مباراه يوم 26، لا امر صعب. اولا كمان لا، وزامبيا فريق كويس جدا، انا بكلمك منتخب كويس جدا، انا بكلمك المساله دي عامله مشكله للراجل، وكمان عنده مشكله تانية، هو طلب من كابتن محمد بركات تشوف له حل، ان حراس المرمى بتوع المنتخب ما بيلعبوش اصلا مع انديته يعني، طب هنلعب ازاي يعني فين الرجل الموجوده في الملعب؟ حتى برضو عنده العناصر، برضو غالبيه العناصر اللي موجودين الاساسيه تشكيله اللي عند المنتخب برضو ما بيلعبوش بصوره دايما، مش كلهم بيلعبوا مع انديتهم، الغالبيه يعني دايما إيه؟ المنتخب الاولمبي دايما هو دايما كده، بس عاوز اقول لك ايه برضو، دي من الحاجات اللي هم، فاعتقد انه الامر برضو هيبقى في حاله، طبعا هيكون في حاله ضغط شديد عليهم. مباراه ان هنا مباراه زامبيا اللي هتقام هنا يوم 22 لابد من تحقيق نتيجه كبيره جدا، لانه طبعا منتخب زامبيا طول عمر زامبيا ومعانا المنافسه بتبقى كبيره جدا، وتاريخنا يعني مش عاوزين نقول كتير جدا، زامبيا مره بتخرجنا واحنا بنخرجها ونعمل شغل، لكن المره دي تكلفه كبيره جدا، مدير فني برازيلي ومرتب وشغلانه وجهاز فني متكامل، اعتقد الامر هيبقى في غايه الصعوبه كابتن اسلام، لانك انت كمان بعد المنتخب الاولمبي داخل على طول في معسكر مع المنتخب الاول، كمان مباراتين ملاوي برضو ذهابا واياب، خلاص الامور بقت ضيقه. فاعتقد انه يعني ان شاء الله يعني اتمنى لهم التوفيق ويغيروا الصوره خالص، وفكروا ويبصوا يكون عندهم الحماس والاصرار والروح ان هم يقدموا وجه مختلف وصوره بعد يعني عاوز اقول الازمه والصدمه برضو اللي عملها منتخب بالشباب اللي كانت صدمه شديده جدا. انا بقول لك منتخب ناشئين ومنتخب طبعا شباب يعني 2006 2003 2003 لا خلاص صعب يعني لا بص عاوز اقول لك على حاجه برضو، انا شفت فتره الاعداد مش كافي برضو يعني بامانه شديده كان المفروض يكون في برنامج اقوى من كده لعب على الاقل بعد وجود الراجل ده على الاقل من 5 6 مباريات يعني، حتى لو هتروح تلعب بره لو هتسافر كان المفروض الولاد والمدام غالبيتهم مش اساسيين يتفرغوا للمرحله دي، مش من دلوقتي من قبل كده يعني، مش عاوزين نطلع من مشكله يا كابتن اسلام انه لو غاب لاعب منتخب الاولمبي الفريق بتاعه يقول لك انا مش هلعب يعني، الكلام ده خلاص يا جماعه يعني انت عندك قايمه فيها 30 و35 مش هتوقف الدنيا. صحيح. فالامر عاوز اقول لك على حاجه بامانه، لا في يعني مواجهه صعبه جدا، اتمنى تحقيق نتيجه كبيره جدا يضمن فيها المنتخب انه يعود ان شاء الله ويتاهل للتصفيه النهائيه اللي هتقام في المغرب باذن الله. ان شاء الله دكتور اشرف صبحي يوافق على طائره خاصه ان شاء الله لمنتخبنا الاولمبي تساعد هذا المنتخب خلال الفتره القادمه في ظل ضغط برضه مباريات صعبه جدا.
برضو استعدادات المنتخب المصري الاول لاول مباراه رسميه لفيتوريا امام ملاوي. اه طبعا لا شك طبعا ده اول ظهور الناس منتظره بقى فيتوريا بقى والهيصه والحدوته ولعب مباراتين وديتين اعتقد يعني الناس برضو شافت انه المستوى مش قوي طبعا ده امر طبيعي جدا عشان بس الناس ما يعني ايه ما تطفرش الامور اكتر او تنخدع لا لسه في شغل كبير جدا بص كمان على الوضع العام بتاعه يعني بص على المسابقه بص على الناتج بص على المواقف بص على الاصابات بص على الغيابات بص على النتائج للاهلي بص على نتائج الزمالك باقي الانديه برضه على فكره يا جماعه برضه دي من الحاجات اللي هتحتاج شغل كبير جدا من الاداره الفنيه للمنتخب انه يتجهز بالاضافه للمحترفين يعني محمد صلاح وعندك اللي موجودين طبعا لا شك ان محمد صلاح على راس المنتخب لكن الامر بامانه شديده احنا بنمر بمنعطف خطير جدا على الصعيد العام الكره المصريه بامانه شديده محتاجه بالفعل نقله كبيره جدا ووقف الضمير لا هي تشكيل لجان ولا هي كذا لا اذا لم يتم هناك وضوح في الرؤيه من خلال قاعده الناشئين وشغل الاكاديميات واللي عمل دمر كل حاجه اول مره في حياتي اشوف انه اللاعب عشان يلعب كوره يدفع فلوس شفتش الكلام ده شفت ان هو يدفع له فلوس يعني موهبه وانا بدور عليه وبشتريه واجيبه واحطه في مكان دلوقتي عشان تلعب محتاج واسطه محتاج مش عارف ايه محتاج الكلام ده المفروض يا جماعه خلاص انتوا شايفين المشهد الناتج زي ما احنا شايفين يعني ما يصحش الدوري المصري كله ما فيهوش مهاجم يلفت النظر تحط عليه العين يعني امر في غايه الخطوره لانه الامر يا كابتن قلته لك واتكلمنا معاه فينا قلت لك الامور لازم يكون فيها وضوح بمعنى انك انت لابد من جيل جديد من المدربين انت ما عندكش العين اللي بتختار يعني انت ايه قارنها وبصها وهدي لك مثال واحد يمكن احنا اتكلمنا فيه واحنا لسه قبل ما ندخل هنا اختيار محمد عبد المنعم وعودته النادي الاهلي مين كان صاحب القرار فيها؟ ظهوره مع المنتخب اللي اختار محمد عبد المنعم مين؟ كارلوس كروش يعني برضه رغم شوف كروش على اختلافك معاه انت هو برضه كان عنده عين ممكن انا مش مقتنع بيه كمدرب ها لكن شوف بص فيه وجابه اصبح مدافع انت بصيت عليه كان دايما اعاره في اعاره في اعاره المشكله هنا ايه يا كابتن؟ محتاجه بامانه شديده جدا مساله العين دي اولا الرقم الاساسي فيه اولا دي موهبه يعني في ربنا ناس بيديهم كده واحد ديهم طلة وبصه كده بيعرف يجيب الحاجه الثانيه في شغل يعني في ايه في دراسه في خبره في كده انت محتاج بامانه المشهد والمدربين اللي انت شايفين بص على اختبارات الناشئين وشوف الناتج عامل ازاي واللي بتختار ناشئ يعني قول لي اطلع مدرب قول لي بيختار الناشئ على ازاي ايه تقييمه بيختاره في ايه بص اشوف اللي بره وطوروا ازاي والالمان عملوا الاختبارات بيعملوها ازاي ده قياسات في غايه الخطوره ده بيقيسه فنيا وصحيا وجسديا وبنيانا كل حاجه وبيعمل دايما له حاجه مش تقسيمه 15 دقيقه ومد ظهري للملعب وبختار مين اللي جاي يا كابتن بامانه شديده دي قضيه دي ضمير امه يعني ايه ضمير امه ده مشروع دي صناعه محتاجه بامانه شديده ناس مش كل واحد بطل كوره واعتزل يا جماعه ينفع مدرب لان تعالى قول له اعمل لي وحده تدريبيه قول لي هتعمل ايه هتختار لازم يتعلم انا بكلمه لابد من التعليم لابد من التعليم الخبره بتفرق برضه طبعا لا بس خلي بال حضرتك برضه الواحد ياما شاف يعني انا لو قلت لي اعمل تمرين لمده اسبوع هعمل انا ما بحبش التدريب اساسا لكن لو قلت لي هقول لك اعمل ليه لان بشوف شفت طبعا شفت على مدار 30 سنه لكن التعليم طبعا انا بكلمك بص طبعا شفت على 30 سنه وقعدت وروحت وشفت ده بيعمل ايه واتكلم لكن انا بكلمك دلوقتي بامانه شديده لا يعني الوضع اختلف طبعا الوضع اختلف طبعًا. والامر اللي انت شايفه طبعا المواهب قلت فانت محتاج تدور على حاجه وتبرزها وتلمعها هتحتاج صحيح. منك جهد وعمل عشان كده الاختيارات من تحت يا كابتن لابد ان تخلو من المصالح لابد صحيح. ان تخلو يكون هدف انا مش عاوز بطوله في الناشئين على فكره يعني الاهلي جه فتره قال لك المدرب اللي هيطلع لي ناشئ هيكون ليه مكافاه كذا رقم اوكي ماشي واعتقد هذا الامر موجود انت لازم تضاعف الرقم بره واثنين وثلاثة للي يكتشف لك حاجة انت محتاج فعلا يقول لك ايه انت محتاج بعد سنتين زي ما بنسمع ونشوف يا جماعة وتعبنا من الكلام انا محتاج باك رايت بعد ثلاث سنين عشان فلان هيبطل انا محتاج ديفندر فتشوا لي عليه شوف يعني عايز اقول لك ايه ده شغل الادارة الرياضية يعني ايه من مميزاتها انك انت عندك فريق عمل تبقى عامل يستطيع ان هو يقود خلال عايز اقول لك صحيح صحيح منتخب مصر بامانة شديدة هو نتاج له للاندية الاندية في محنة الموقف صعب بامانه شديده محتاج تكاتف الجميع ومحتاج وقفه واصلاح من اجل هذا الوطن. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل التوفيق للمنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا استاذ محمود على وجودك معانا دايما بنستمتع بحضرتك. شكرا جزيلا للاستاذ محمود صبري. زي ما قلت لحضراتكم هنبتدي بقى نقفل على مباراه سان داونز
ليس نسيانا وليس اي شيء، ولكن عندنا مباراه ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، وبالتالي ابتداء من بكره ان شاء الله نبتدي نتكلم فقط على هذه المباراه الهامه جدا بالنسبه لنا. اكسب وبعد كده ربنا يسهل ويسيب الامور تمشي كيفما اراد ربنا ان شاء الله، ان نكون متواجدين او لا خلال الفتره القادمه. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.